كان طلع من خدمتها اللي دوزات فيها نهارها كامل من الفجر حتى وصل اذان المغرب. كان شامقن بلا قدامها والعيا باين وواضح على ملامح وجهها. وصلت للكاريان اللي كتسكن فيه بمشقة النفس وهي كل شويه كتحس معاس في كرشها. دخلت من بعد ما سدات الباب وجلست فوق واحد السداري كتحاول تطلب النفس. وداك الوجع ما كيتزاد، دموع نزلو شاقين طريق حاسه بألم رهيب في كرشها، خايفة على الجانين اللي في كرشها وخايفة يزيرها الوجع وما كاين لا حنين لا رحيم. الراجل اللي خصو يساندها ويوقف معاها عطيها على الشرابات والقمر ما مسوقش وما كاينش في الدنيا. غوتات بصوت خافت حاطة على كمامها باش ما يتسمعش صوتها لبرا، حاسة بالخوف وهي كتشوف المدينة السقية هابط مع دليل على الموعد ولادها. وقفت كتعكس بصعوبة جهة الترجم، كانت شتا خيط من السما ولا حس مقطوع. كل واحد سد عليه دارو مخشيف مامتو غيرها هي اللي حاسة بألم المخاض كيجهد وكيجهد. غمضت عينها بالجهد باش حسات بشي حاجة غتهبط من تحتها وقصت الأرض هزة كسوتها، خشات كسوتها فمها باش ما تخوتش بالجهد. كتسحب بكل قوتها نجبتها نازل مالها العرق، دموع في عيني حلفو ما يحبسو. كتبكي وتنين عاضة على ديك الكسوة، شحقت بصوت عالي فاش حسات بتحتها تحل وشي حاجة هبطت منها. رجعت راسها من اللور حاسة بالسخفة وداتها بطرخات فيقة من سهوتها. صوت البكا ديال طفل صغير استجمعت قوتها ورجعت تحمس كتر حتى الخوات اللي كان باقي وتخوات كرشها. تعدات هاد البنية اللي كان زرقة وباردة بحال التلج وكتخوت بصوت رقيق يا دوب سمعاتو. هزات موس من حدا قطعت المصران اللي كتربط بينها وبين بنتها وقدتها لها مزيان وزات مع التخفيفة الوعتفة وحطت على جنب. ونات بصعوبة حاسة بتحتها كيه عقرها العيا سرح مع جسمها. مشات دارت العواد تشعل المجمر باش تدفي البنية وجدت على راسها بزاف. رجعت المكان هزات الكسوة اللي كانت لابسها طرفات بها حالتها وعرضاتها تحتها باش يهبط فيها داك الدم ديال النفاس. وتخشات حدا بنتها بدات كتعطيها الطردع غاش ما تريحت ماماها وبدات كتشرس البسولة لفمها وكتمص داك الحليب. وحلات عينها بصعوبة كتشوف البنية ونحسات ودفات شوية. رحمة هزات يدها كتحسس بشرة بنتها الرطبة، ابتسمت ابتسامة خافتة ونطقات نور غنسميك نور تي هي النور اللي غينور حياتي المظلمة. ودات عينيها وغابت على الوعي. حلت عينيها بصعوبة عظمة مدكدكين وجهها صفر وشفايفها زرقين وتحت عينها زرق ما هي الحجري. كسر صوتها كلام مرة من جيرانها عيشة قربت عندها كتقيس لها حرارتها ونطقات بنبرة حنونة. والله يا بنيتي الله بغي عيط عليا تي كي درتي تفكيتي بوحدك لا حليل لا رحيم. رحمة ابتسمت لها بخفوت دات على خير ام عيشة. عيشة شدت لها في يدها معونها تحول البلاصة اللي قادو ليها. قلت بخير ولكن يا بنتي وكون طاح لك الطانسيون ها كل ما قدرتيش وتخنقت البنت في كرشك فين كنا غنوصلو تي علاش ما غوتيش عليا نجي نقابلك ونقابلك. شوفي وشك صفر والبنية كعزة بالبرد مسكينة تي فين راجلك تاعي. رحمة وقفت بشوية باش تنقي حالتها وتبدل حوايجها. ما عرفتش ما عيشة صيمانة باش تكمارتو. عيشة تنهضت بصوت عالي وبدات كتجبد لها حوايجها باش تغسل وتداوي داوي جرحها. توضي يا بنتي نمشي نصاوب لك فطورك باش تلقاي ما تردعي ديك البنية مسكينة. ابتسمت رحمة شفتيها ما عيشة بحال النور دخلت لحياتي ضواتها. زينة تبارك الله ربي يخليها لك وتعوضك كملي وضوك بين ما جيت نبدل لك. خرجت لقات جوج عيالات واقفين عند باب كيتسناوها. عيشة جبدات مصطامة من جيبت خميلة خدات 50 درهم وهي تقول هاكا فضيلة سيري جيبي لي الحليب والبيض حبرش هاد نصاوب لهاد اليتيمة فطورها وقولي العيالات اللي بغاو تعاون باللي قسم الله نديرو العشاء ونفرحو بهاد الزيادة. فضيلة خدات الفلوس وسط الجيران كاملين راه كل واحد بغا يساهم باش ما سخا الله غنمشي ندور عليهم واحد واحد ناخدو الدجاج والصفة والخبز والمناطة ايوا صافي نقيهم نقادو داكشي طيب هنا وغنصيفط لك مريم وسولو سلوى يخملو البراكة ويفرشوها فين يجيو الناس. هيشا حركات لها راسها بقى قولي ليهم يدوزو عدي يجيبو الزربيات بجوج والمخدرة كي عارفة رحمة فراشة قليل ومالين الدرب كاملين اللي بغاو يدخلو يسلموها ليها. وصلت العشية ريحة الدجاج محمر عاطي في الدرب قدام البراكة ديال رحمة. مجموعين رجال حاطين ليهم الكراسة والطبالي والدراري ديال الحومة كاملين واقفين كيسربيو ويمسحو دوك الطبالي. أما لداخل كانت مسكية لابسة قفطان ديال المبرة في الخزي
هكذا زيف فوق شعرها، مصايبي لها يديها ومكحلي لها عينيها، حاطين قدامها صينية فيها قصرية صغيرة ديال الرفيسة والدجاج البلدي والمساخين وعيشة توصي وتعاود فيها باش تكمل ماكلتها. ريحة الجاوي البخور عاطين في الدار، صوت العيالات كيغني وفرحان يدخلها ورحمة عينيها الدمع كتحس بالفرحة. بقي من الجيران اللي وخا الفقر وما عندهمش، ما خلاوهاش وفرحوها في ولادها وبنتها نور. عايشة قربت حداها هزة في يديها سلافة عامرة بالربا ديال الرفيسة وزيد قربة، هادشي كون يا رحمتي هادشي ياك تملتي راه كاين فيسا كيخصك تاكلي باش ترجعي الشاد. ابتسمت لها رحمة، الله يخلف عليك امي هشام شو الناس الحومة كاملين، الله يخطيكم عليا عمري مشى نسى لكم هاد الوقفة ديالكم. عيشة وهي تمد لها زلافة، راه كي متنو وراه بحال بحال، راه من نهار مات الميمة ديالك كنتي أمانة عندي وغتبقاي نتي بنتك أمانة عندي، ودابا كولي باش تردي نور راه حتى هي جوعينة وكيخصها الحليب. دازت الليلة زينة نشطو ضحكو كلاو شربو وجمعو الدنيا وطرفو الحالة كاملة، واللي عندها شي دار مشات ليها، بقات غير هي وبنتها وعيشة اللي جالسة معاها تتشد راسها وتقدر توقف على رجليها. دازت عامين على ولادتها، ربات بنتها باللي عطا الله، الجيران اللي وقفوا معاها وعاونوها ما خلاوهاش تخدم حتى تفطم بنتها. كانت واقفه قدام فيلا كبيره كتبان من برا بحال القصر، مركبه بنتها في ظهرها وهزه قفه صغيره في يديها، وفي جنبها عيشه اللي كانت كتهضر مع الاساس الفيلا. يتقرب جهته، السلام عليكم، بغيت نشوف لالا حليمه. فاتح طلعها وهبطها هي والمراه اللي حداها ويقول لها شكون قول لي. عيشه تنهدات ونطقت بصوت بارد، قول ليها القابله عيشه هي غتعرفني. فتح وحير رك راسو بقى خدبان علمها تصني حتى نجي، ماداش بزاف حتى رجع عندهم وفتح لهم الباب دخلوا الفيلا. عيشة غدا سابقة ورحمة موراها كتدور في عينها وتشوف الناس فين عايشين والخيورات ديال سيدي ربي عند من كاين. تلفت من جمالية المكان، والجردة كبير والابيسي اللي كان كبير ودايرين بيه كليسات عصريين وبلديين، حنا تراسها الارض. فاش دخلوا الفيلا وهنا كان جمال من نوع اخر، الزخرفات ديكورات غداك الشيء الراقي والمميز. عائشه شافت رحمه قبل ما يدخلوا مع الباب ديال الدار وهي تقول لها سبحان اللي بيته فشان ويصبح فشان، هاد الناس راه ما كانوا يكسبوا والو، كانوا جيراني في الكاريان تنزل عليهم الرزق. قالت لها رحمه بهدوء الحمد لله رحمه ربي واسعه وكتوصل. كملت جملتها وتبعتها جهه الباب فوق مباشره قدام الصاله. هي توقف عيشة فاش شافت حليمة جاية جهته والابتسامة على شفايفها. عيشة توسعت ابتسامتها وقربت سلمت عليها، لالا حليمة عاش من شافك، شخبارك، كلشي مزيان، الصحة بخير، سي أحمد بخير. حليمة بدلات العينها قدامها على صدرها، صحبتهم قديمة عيشة من النهار وعات على الدنيا، وهي وحليمة صحابات من أيام الفقر. قبل ما تدير حليمة هاد الفلوس وتخرج من الكاريان وكاع الوليدات رباتهم وكبراتهم معاها، هادشي باش عزيز عليهم عشرتهم قديمة. يا غمرتي يا اختي عامين لا خبار لا طلتي، مالك ياك ما كاين باس، نهار رحلنا من الدار ما بقيتي جيتي ولا سولتي. عايشة جلست حداها وهي تشوف رحمة باش تجلس، وغا الوقت وهاد البنت اللي معايا ما كنت نقدر نخليها بوحدها، نخاف عليها من الدياب، وهي يتيمة وعايشة وحدها، هادشي اللي خلاني نزام ونجي عندك، عارفك ما غترداش في وجهي العزيزة الغالية. حليمة وهي تشوف رحمة بسمة ونطقات شنو كتعرفي ديري في الشغل ديال الدار؟ رحمة ميتهز عينها فيها، كلشي على لا نديرو نخمل نصبر نعجن نطيب حتى الجردة نقيها، وليت شهيتها مصابة غي قبلي عليا وخدميني بقيتها باش نهز راسي أنا وبنتي. حليمة وهي تشوف البنت اللي راكبة في ظهرها، واش مزوجة؟ رحمة وهي تقول لها بحزن، قلتها لالا دام الأمن أمانت والله يسمح لينا وليه. إيوا مادام جيتي من عند لالا عيشة مرحبا غكوني ثقة، وخلي عيشة تفتخر بلي جابتك. رحمة وهي تشوف عيشة، هادي راه مليون داتنيش ديال اللي درت عمري نخلف ولا رجع لها حق الله يسمح لي منها. هي تقول لها حليمة يا ودابا مرحبا بك راكي وليتي منا خدامات غيشرحوا لك كلشي. عيشة وهي تشوف رحمة بالسما فرحانة بقات ساكتة. جاو الخدام طلبوا منها تمشي معاهم باش يوريوها الخدمة وشنو كيخصها دير. ايوا هذا الجاده حليمة كيخصها يمشي. هي تقول لها ويلي مازال حالتي، قلتي شويه غنشبعوا منك. خليني ما نصيبش اخويتي، خليت الدار خاويه شويه ويجي عياد من الخدمه ما يلقى حد. وهافك عافاك الله فيها راه درويشه وكتحني الراس. قالت لها حليمه كوني هانيه احنا خوت كبرنا مع بعضياتنا ما تخافيش عليها، هي خدامه وعايشه معانا. دا الشهر كانت واقفه في الكوزينه كتوجد الفطور وحدها بنتها، حتى دخلوا جوج خدامات اخرين كانوا قبال من هنا وبداو كيهضروا يحلوها بوحدهم.
تقول الخدامه الاولى ايوا هادشي اللي كاين. قالت لها الثانيه اللي هزات حواجبها بقيتي تقولي زعما غير يجي يخدم ودار هاد الفلوس كامله ولا عجب. حركت راسها الاخرى بالايجاب، هي راه هاد الخير كامل داروا ليهم ولدهم، كيشتي هو اللي بنى الفيلا ودار با جوج مشاريع، راني نيت محلات كبار هما اللي خدام فيهم. شفتي قداش؟ شوف القصر الكبير اللي في الرباط وديال الذهب وديك الطوموبيل اللي خبر سميتها مازي ساعتي ولا مازي باتي ولا ما عرفت كيف مازيراتي العربية. ايوا كملي. ايوا دخل خصو البريفي كتقرب 50,000 في الشهر، والمصروف ديالها وتلبس غير اللباس الغالي وخا قد البخوشة وباقا من صغيرة راه وصلوها كيتنا حنا. ودخل خوه المدرسة العسكرية حتى هو فين صغير باش يضمن ليهم حياتهم، راه غيجيني هاد السيمانة حيت سالا العام الأول ديالو دابا عندو عطلة. يا تقول الخدامة التانية ايوا شتي الزهر سمعت كانوا ساكنين في الكاريان حتى مشا ولدهم عاد عتقهم سعداتهم بيوخا مرهم جبدوه قدامنا. مو مسكينه مسلوخه عليه غير با خوت اللي ما مسوقينش باغي غير الفلوس وصافي. الرحمن اللي كانت تتبع الفيلم من الاول بقى فيها الولد اللي تغرب وتعذب باش يدير هادشي كامل، وفي الاخير حتى سميتو ما كتجبدش نادت بصوت عالي ورجعت مركزه في شغلها مخليهم مكملين تعاودوا مع هاد العائله. وبعد مرور 14 سنه 14 العام اللي داز بحال الريح، هاد الناس بحال الرحمه اللي حياتها رجعت زينه من نهار حطات رجلها في هاد الفيلا، خدامه فيها وعايشه فيها وحتى بنتها كبرات حداها، وكاع اللي في الدار عزيز عليها كبير وصغير حيت زوينه وحشوميه والبراءه كتبان لها في عينيها عكس حليمه اللي داز على طويله بسبب غياب ولدها اللي من نهار مشى مطل ولا رقد. فين وفين كيسول فيهم من غير انهم مخليهم مخصوصين بحتى حاجه، كل شهر كيصيفط الفلوس خدا ليهم باش يعيشوا قياد، ولكن كيصيفط. كانوا مجموعين في الصالون الحاج الياقوت والحاج احمد رجلها وبنتها ريحانه عندها 22 سنه، ولدها صهيب الصغير فيهم اللي عنده 27 سنه، حاطين قدامهم الصينيه ديال العسل والحلاوي انواع واشكال. ديما كيخصو ساعه في النهار يجلسوا مع امهم يقصروا معهم ويتعاوتوا. نزل منها بكل الهيبه برا قدام الفيلا قفات سياره كحله من نوع مرسيدس كلاس فخمه، عينيه كيشوفوا الفوق ماشي رجول يا خاسره، خاش يديه في جيابو وعينيه على الدار اللي خرج منها بالسيف عليه ودابا جاي لها بخاطره، ولكن ماشي نفس الشخص اللي خرج من هنا، واحد اخر بشخصيه اخرى. بقيت مقابل معاهم تبسم بجن فمو وكيشوف خوتو كبروا ورجعوا شباب مبين على الوقار والطيبه من عويناتها. اما بعد ما كلفش راسو يشوف في دور يدي على خسره مع النقاب ثبات وبلا ما يبين ردة فعله ما تعرفو فرحان ولا كاعي. اما في الصالون الداخل حليمه حطات يدها على كتفه، اش هاد الغيبه الطويله يا الحنين ديالي، والنهار مشيتي ما رجعتي خسرتي اللي موراك وقدامك باش حنا نرجعو هكا لاباس علينا وعايشين احسن عيشه. اسحاق ويقطع كلامه ببرود تيقول شي الوالده اللي مورايا وقدامي المهم انتي تكوني مرتاحه. ريحانه دخلت عندهم كتجري واو خويا على الطوموبيل جبتيه بشحال خديتيها. صهيب قرب حدا ونطق حتى هو بنفس الحماس وكتلبس غير الماركه صاحبي طلعتي بجهد. اسحاق يلا غايجاو سكتو صوت بالي نطق كبرتي ورجعتي راجل. اسحاق تبسم بالجن فمو يطق برود راجل يلا يكمل كلامه. تا كيسمع صوت خطاويها وهي داخله الزعيمية فيها مثبت الشبه فيهم، كانت لابسه كسوه كحله وفولار كحل سادرة لحمها كيبان وجهها بيض بحال البلارة والعينين الخضرين كيفتنو. صافي فيها كيفاش حطات الضيافة بالتباتة وكلها تعويل ما في يقوم نساوتو فيها صوتها وبحتى اللي بحال نغمة الموسيقى الكلاسيكية دخلت لودني. السلام عليكم. على سلامتك عمي نورتينا في دارك، كي درتي مع الطريق؟ تكون عييتي تبغيني نوجد لك حمام سخون يريحك و يلا غتسكت حشمان ما زعماش، ولكن ها كدور في راسها بلي ملي جاوا هما كيسولوا غير على الحاجات اللي كيتعلقوا بالفلوس حتى واحد ما سولوا على راسو. هي تقول له كي داير انت لاباس عليك؟ كي دايره الغربه وناسها؟ كي كنتي تما وكي دازوا عليك ايامها؟ اسحاق تبسم بجن فمو وتجاهل كلمه عمي اللي خرجت من شفايفها ويهز عينيه كيحقق فيها. اول واحد سولوا على حالو احوالو وهمو ومهموش فلوسو بحال اللي دار خوتو. خرج من تفكيرو ونطق بحا رجولية ممزوجة بالجدية شكونتي؟ نور حلات راسها تصوت صور كتفرك سبعانة ونطقت بخفوت أنا نور عمي أنا تنطقت حليمة بقاطعة مارا خدامتنا وهي كتعاونها مرة مرة حيت هي كاع ما كتقرا.
نور حلت راسها بصوات صور، كتفرك صبعين يدها وعينها دغيا دمعوبان فيها باللي غتبكي. ريحانة غا شافتها هكاك عزت على دغيا قلبات الموضوع. ماشي عمك يا نور، قولي بعدا غا خويا، ويلي شرفتي لنا السيد. نور هزات عينها كترمش بالزربة وهي تشوف فيه. بصح تقلقتي فاش قلت لك عمي؟ اسمح لي ما نعاودش. بدات كتحرك راسها يمين وشمال. اسحاق بهدوء مركز مع حركات شفايفها اللي كيشوف فيهم بحال حبات الكرز وعينها اللي كيلمعو. اكتفى بسكات. حالي ما عرفت راسها جرحتها فاش فكرتها في قرايتها. كبرت هنا من اللي عدا عامين، جات لها الدار كبرت على يدي زوينه فيها واحد المراه في شكل ما بقاتش بنات اليوم، وهي عيطات لك عمي حيت احترمات. اسحاق هو يتنهد وقف غنمشي نرتاح. قالت له حليمه واخا وليدي راه صايب يمشي معاك تشوف بيتك بين ما وجد الغدا ونعيطو عليك. طلع بلا ما يتسنى جواب منها. خلي صهيب لاحق عليه وكيهضر ويبل بالغاب وحدو. غا وصل قدام البيت دخل سد على صهيب في وجهو مخليه مصدوم ويقول صهيب هذا مالو. نهر دخلت الكوزينه لقات ماماها كتوجد الغدا، قربات حدا خدات كرسي وجلست جنبها كتهضر وتحرك يدها بحركه طفوليه. يا ماما متشوفي شحال عملاق كبير بزاف، ويلي هزني ويلو حليت الخالي فرمشات عين. رحمه ابتسمت على هبال بنتها. خفتي منه يا بنيتي؟ ياك ما زبلتيها قدام وعارفك ما كتوزنيش. اللي تحرك راسها بالنفي، لا لا بالعكس قلت لي عمي حيت شفتو عامر وعريض بزاف خفتو يتقلق لما احترمتوش. حليمه اللي دخل على حديثهم. بنتي نور غا قولي لي عمي ما تقلقش منك، راه هو هكاك داير قليل فين يتبسم ولا يضحك، وراه عارفك نويتي في الاحترام ليه. نور نزلت من الكرسي حانيه راسها بالحشمه. واخا خالتو نبقى نقولها ليه ديما. حليمه وهي تطبطب على كتفها، يلا سيري يا بنتي عاد ريحانه جلسي معاه شويه وخليني نهضر مع ماماك شويه. نور ابتسمت خفوت وخرجت من الكوزينه عند ريحانه. داز حديث خاص بين حليمه ورحمه ما كانش طويل بزاف قد ما كان مهم عندهم بزوج، الموضوع اللي من زمان كيهضروا فيه ودابا وصل الوقت اللي طبقوه. خلاتها تقابل شغلها وطلعت الجناح ديال ولدها مازال ما شبعتش منه، وحشاتو بغات تهضر معاه ويعاود لها وتعاود ليه. بقات بشويه في الباب حتى كيحل عليها وعطاها الاذن باش تدخل. بقات وجلست فوق الكنابي مخليه ليه بلاصه فين يجلس حتى هو. ابتسمت وهي كتشوف فيه كيفاش تبدل، رجع زوين وشهم وشخصيته قويه سبحان الله عنده واحد الهيبه ربانيه. توحشتك يا وليدي طولتي بزاف غمرتي 16 عام ديال الفراق مشيتي شاب صغير ورجعتي يا راجل تبارك الله. قال لها اسحاق بهدوء هادشي اللي كنتو باغي شنو تبدل؟ حليمه تنهدات عارفه حاقد وياك الغرض ديالو دير مستقبلك. بلاش ما نهضروا في هادشي الوليده خليه يتسنى بحال الحوايج اللي داتو. حليمه حركات راسها بالإيجاب وبقات بعد مده قصيره مسكات. ايوا الحمد لله حيت انت كاين. في الجهه الثانيه من الفيلا كانت جليسه زوينه بلديه كيجلسوا فيها مره مره كيجمعوا بيناتهم، كانت بعيده على الدار يعني ياخذوا راحتهم. جالسين بجوج بيهم حاطين صينيه ذهبيه فيها السقاطه العواصر الزريعه ومجمعين كيتعاودوا. ريحانه كتنقب الزريعه حتى وقفات قابزه. ويلي مسخوطه لهيتيني، هي تقول لها نور بهدوء مالك شنو كاين؟ ريحانه وهي تلبس نظارتها غنطلع خاصني نوجد الامتحان نسيتو خرج من بالي. هانتي بقي هنا حتى تكملي ماكلتك وجي عندي عاونيني في داكشي. نور يسحلك لها راسها واخا سيري. ما داش بزاف حتى بان لها خارج من الباب ديال الفيلا جاي جيسا كان كيهضر في التالي وبينا فيه معصب. حتى كيوقف قريب منها ما ردش ليه البال حتى كمل ماكلتو وكلمتو على خاطرو يلا غيتحرك. حتى كيوقفو صوتها اللي هضرات بصوت هادي، عمي تبغي تشرب العصير يخليك شويه الاعصاب حيت كتبان هكا معصب؟ اسحاق هاكي يسمع بدون ما يجاوب. نور ملي شافتو ما ردش عليها حطت الزلافه ديال السريها وقفات غدا جهتو. مع وصلت حطات يديها على كف يديه حركه اللي مرشاتو حس بديك الرطوبيه ديال الحمام حرش ديال يديه. حنا عينيه جيت يداه بلا ما يهضر خلاها كتزيد تكمل كلامه. اجي جلس الدار دارك ما تحشمش. ما عرفش كيفاش سكات خلاها تجرو حتى وصلوا ديك الكليسه. جلس هو الاول عاديه. نور ما ردتش لسان الحلقه، عمي تبغي العصير ولا مونادا؟ شافتو قالو بجوج تقول له واش ديما كتكون هكا معصب وحجمك معقودين؟ هز عيني فيها مخنزرت خنزيره اللي جمداتها ونطر يديه من يديه وقف غادي جهه الفيلا. نور وهي تشوف فيه مالو غيكون حشم ياكل الزريعه قدامي غنتي علي للدار. ونبت كنزرب سابعه كان قريب للدرج الفوقانيين بلاصه خاويه فيها الجناح ديالو وعطات رجلها الريح تبعتها وصلت موراها تبقات يدها شاده من دراعو العريض. طرطقه دوما تعنقو يمين وشمال
غاد لفت زرب على مستقى مع الحيط وين تقبصه وسمحوه ممزوج بحسو الرجولية الخاطرة. علاش كتقل بهم؟ شاد الفضول اللي فيك، شنو خصك؟ بلا طريقة اللي وحل في حلقة، والو غير أنا بغيت نعطيك السلاحة عمي. ويصفر بغضبو ودور يدي على خسرة. شكون عمك؟ نتها غنجمي ولا غنجمع عمك؟ يلا تحرك يا غبري قدام. كي كمل كلامو طارت كتجري البيت ريحانة مخلية واقف بلاصتو. دخلت ديك الساعة على ريحانة عينها كدورو كيدورو عشرة الخرا وهي توقف غادا لعندها. مالك كان تابعك شي كلب جاي عرفتها وليتي هكا؟ يتحرك لها راسها بالنفي، واش انا فضولية هي؟ قالت لها ريحانة، علاش شكون قالك شي حاجة؟ يتشوف جهة الباب خوك. ومع قالت لها واحد الجملة اللي قالها ليها اللي شوية فيها قلة الحياة. ديك الساعة وين ريحانة تحط يدها على فمها مصدومة، واش صهيب اللي قالها لك؟ لا عمي داك المخنزر عرفت عليا كل الزريعة عصرني شوية من سخب الخلعة. ريحانة جلست على طول تفق الناموسية. يا ويلي شنو درتي لي؟ اسحق في الشكل غا تكوني عصبتي تخسر معاك الهضرة. نوري جلس حداها، شو معصب كنت نعطيه الزريعة برد شوية ما درت والو. ريحانة غلبت الضحكة، واه على فضولية من حولو فيك سرك. بقات كتعاود لهاديك الجملة اللي قال ليها وريحانة كتضحك عليها. ويلي واش هاد الكلاخمي جبتيه من نيتك؟ من با الله يرحمو ديما كتقولها ليا ماما. سيري سيري غبري في حالك خليني نخدم، وعندك تعاودي هادشي لماما قولها ماما راه غيتعصبو عليك ومنعوك الضريب اسحاق. نوريا تقلب وجهها، لا ما نعاودش. وصلت وقت الغدا وكانت واقفه مع ماماها كيوجدوا باش يسربيو الطبله. الكسته كاينه والعقل غايب. تحركات رحمه بالجد، نهار فين سيسي يا بنتي ساعه وانا نعيط. تقفزت، ها غير هنا بغيتي شي حاجه؟ رحمة مدات العشاري وعامر بالطباصل والكيسان المعالق الماس الفراش طوي تقول لها حطين فوق الطبلة راه غندور حطو الغدا. خداتو من عندها وزاد دافع جاي الطبلة استفات كلشي بلاصتو ورجعت وخاوي الطبلة خاوية. رجعت هزات الطبق الرئيسي اللي كان بسطينة ديال الحوت ومعاه سلطة مغربية العواصر. دارو ماكلة مغربية على قبل إسحاق. مع رجعت كيبان لها جالس فوق الكرسي حاطي يدي على لحيتو الخفيفة كيتحسس فيها. حاولت تجن وتبعد منو قرب منها قبيله خلعو. وغد خلات رائحتها الطفوليه مع نكهه الباني اللي كانت دير لحمها النيف مباشره هز راسو فيها حتى كيتقابلو عينيهم. محيدش عينيه وترها كتحط فوق الطبله ويداها كيرش فوق. ما حست براسها طرخات حتى سمعت صوت حليمه وريحانه جلسوا فوق الطبله. عاد ينطق بهدوء خالته مدا الحب. حليمه يتحرك راسها، هي بنتي حط الاسحاق هو الاول غيكون توحش البسطيله. إسحاق شاف فيها كتقرب جيتو باش تحط ليه ومراقبة وعيني كيفحصو فيها وخمس ستورة، ولكن فصاصة باينة وجسمها كاع المعالم الأنثوية كتبان. حليمة وهي تشوفو كيفاش حاضيها وهي تقول له إسحاق كون غتبرد ليك ماكلتك. عض على باطن فكو كيلعب راسو على السهوة اللي صافية وبدا كياكل بهدوء. نور وهي تشوف حليمة، فين صهيب وعمي أحمد علاش ما جاوش؟ عمك في المحل مقابلو وصهيب راه كونجي دابا غيكون دايع مع صحابو. نسات راسها في الهضره وهي تنطق ديما هكاك فين ما كيجي كيشدو الصحاب حنا كاع ما كنشبعو منو. سكتات فاش سمعت وحنحن. بغيت نقول زعما خالتي حليمه ما كتشبعيش تشوفها في هادشي اللي قصد زعما كاين اهمي. ما جاوبهاش حد خنزر فيه ورجع حنا راسو. نور عرفت راسها زبلتها تاني دغيا زادت كتزرب جهه الكوزينه. يلا غندخل، حسات بالنفس ديالو حدا عنقها وينطق بصوت باح ونبره ركبت فيها الرعب. شنو قلت لامك انايا؟ نور من عندك طعم الصدى اللي تكون في حلقها ما نعاودش عمي لساني اللي كيديرها ليا. اسحاق قلب عنده كانوا قراب لبعضياتهم قرب حتى الراسه وين تقبرود طيروه الا كان غيدير لنا المشاكل. حركات راسها بلا عينيها دم وشفايفها كيرشفوا. عافاك عمي لا اسحاق كيشوف كيفاش كترجف. يلا ما يقربنا حتى كيوقفوا الصوت اللي خلاها كيرخي منها. ترجعات خطوات اللور تلفت شافها جاي لعندو. حليمه اللي مستغربه، اسحاق اش كدير حدا الكوزينه؟ بغيتي شي حاجه؟ شاف نور وينطق بغيت نشوف ما كلمه ليا. نور علات عينها فيه بخوف وحليمه وهي تنطق نور عيطي يا بنتي لماما، عيطي ليا انتي الوليده. حركات راسها بالايجاب ودخلت للكوزينه باش تكلمها ليه. نور هي تقرب عنده، علاش بغيتيها؟ قول لي عافاك. شفتو ساكت ممسوقش لوجودها، عرفتي تانا غنفتحك يلاه. اسحاق ويشوف فيها برود، شنو غديري؟
بدات كتهضر والرجفه حاكمه بقات بها مسمره هو غير نقول لهم داكشي اللي قلتي قبيله. اسحاق نهض وزاد قرب عندها. يلا غير شدات خرجت حليمه ورحمه من الكوزينه وهي تقول له حليمه هيا ولدي رحمه ماما تنور. هز عينيه كيشوف كيفاش حانيه راسها للارض محصار ماه لدرجه ما قدرتش تشوف فيه ويحنحن. علاش بنتكم ما كتقراش؟ رحمه شافت فيه بالزربه ورجعت حنت راسها. يلا راه تهضر قاطعتها نور حيت ما بغيتش ما مرتاحاش فيها عجبني راسي نبقى في الدار وانا اللي جبرتهم يخرجوني من القرايه. اسحاق دار راسو ما سمعهاش. مدام رحمه سولتك جاوبي. هضرات رحمه بنا براسها وصف فيها نوع من الاحترام بسبب العين والحسد. اسحاق ويطول فيها الشوفه شنو علاقه هادشي بقرايتها. رحمه وهي تشوف نور كيفاش دموعها كيسيلو ورجعت شافت فيه بنتي فيها العين والحسد كتخرج بخير كيرجعوها ليا مغيبه. نهار على نهار سكرت القرايه والمدرسه وقررت نحبسها في الدار هكا وليت مرتاحه. اسحاق بدا كيستوعب درسها اللي ما دخلاتش ليه لراسو. دير صحيتي هي مرتاحه؟ نور بقات بصوت مرعود من وراء مرتاحه وعافاك وما تضغطوش على ماما انا عاجبني الحال ما باغاش القرايه. عمي اسحاق الله يخليك ما تبقاش بهاد السيره. اسحاق شاف فيها بنظره جافه وداز من حداها بلا ما ينطق مخليهم واقفين مكانهم كيشوفوا فيها كيفاش كتهضر بجديه فاش كيكون الموضوع متعلق بالام ديالها. دازت ديك الليله ودازو ايام اخرى بقى شافتو شافها كتضرب بصحتو حتى هي عمرها شافتو. من اخر لقاء بيناتهم كانت لابسه سروال جينز بوي فريند والفوق تيشيرت باج بالعنق ديال الخيط سخون ومعاهم مونطو باج خيط سخون دايره زيفها وسبادري في نفس اللون جو بارد. وبين بلي الشتا كطيح بسبب الضبابه اللي ظهرت فجاه وقفات حدا لابيسين كتجمع الطبله اللي فطروا فيها تحسات بشي خطوات جايين عندها غير تلفتات وسعت ابتسامتها. على سلامتك طولتي الغيبه بقات بلا مرا طوفونيه وصهيب قرب عندها ابتسامه عريضه على شفايفو. جبتيني غنتي تيقتك ضحكات عينيا تصدو. صهيب ويساب ضحكتها علاش خارجه في البرد ما خفتيش تمرضي؟ يلا غتهضر يا تعطس. سبحان الله قلتيها صدقت عطست يا تشوف الطبله خرجت باش نجمع الطبله ويضربها بصبعو الكبير النيفه. شفتي النيف كرجع حمر معوينات راه غتمرضي ليا. نور خدوتها وهي تورضو شحال مره كنقول لك ما تقيسنيش في النيفي راه دغيا كيحمر. صهيب ويقرب ليها علاش انتي زوينه بزاف وبريئه بحال شي فريزه وهي تشوف فيه وعلاش انت هكا باسل ويدك خفيفه غير معاك الفريزه ديالي من جبتي هاد السهامه تخرجي معايا. هي تقول له بهدوء فين البلايص اللي كيعجبك جو زوين غيعجبك الحال. تسمعت نور صافي نمشي عند ريحانه باش تمشي معانا حتى هي شحال ما خرجت هي كتبريباري. هو يشد من يده لا 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 قلت انا ما بغيتش قالت لي خرج نور ومن الاخر تمشي معانا. هي تشوف فيه صبر نمشي على ماما باش ما تخلعش عليا هضر معاها بنفس الهدوء. قلت لها غازيدي غنتعطل ونوجد لك شي حوايج عجبك بزاف. هي تبتسم واخا يلا شد لها في يدها وداها جهه اللوطو ديالو. مره مره كيتلفات ويشوف موراه حل ليها الباب حتى ركبات ودار جهته ركب وكثيره مدور الروايض غيخرج من الفيلا ويشوف فيها فريزه. هاد الليله ما عمرك غتنسيها ديما غتبقى هنا في دماغك. دابا نشوفو نسبقو الملاهيم ما كانش رجع طفله ويبتسم بهدوء. ديجا راك باقا كسكوته صغيره الحليوه ديالي ويضربو لدراع صهيب قولي غي نور فريزة حليوة انا ما كيعجبونيش نسمعهم خاصة منك. طيب ويشوفها وينطق خالي لا نور ما يكون على خاطر خاطرك شي امر وانا نحضر شنو غادي سيربرايز نور. خارجة من المدرسة فهاد الفترة ديال بريباراسيون كتجي للمكتبة باش تراجع دروسها وقفات قدام مدرسة دقايق كتسنى صهيب اللي تعطل عليها. تحسست من القطط ديال الشتا كضرب في وجهها تنهدت بهدوء يتزرات على السما مرتاحه كيعجبها الجو ديال الشتا كترتاح فيه كثر. ما حسيتش بالشخص اللي وقف بجنبها كيطلع ويا بطفاه كيفاش كتبان زوينه وهادئه. غتمرضي ريحانه سمعت صوته وهي تشوف فيه بلا ما تنطق الشتا زوينه ولكن غتمرضك غيجيك البرد والسعله وغتحرقك في صدرك. ريحانه وهي تشوف فيه بعدا فهم شكون انت قرب عندها ويمد يدي يسلم عليها وينطق بصوت هادي انا اسلام وانتي شافت يدو اللي ممدوده ليها وينطق بهدوء سمح لي ما كنسلمش على اللي ما كنعرفش. ابتسم بهدوء وجمع يدو عنده مزيان تبغي نوصلك اش ما تصفى مثلا بصفتي رجل عربي ما نقدرش نخليك بوحدك هنا واش غدا وكتكثر شوفي الدنيا كي مقطوعه وغالبا داك اللي كتسناي راه ساكن هنا احسن حاجه نوصلك لداركم
رايحه انا شافت هنا ما كاين حتى حد وتنهدات وفمني كان صهيب اوف اسلام ويحط الديم هذا وعلى ظهره تقصحيش راسك حيت راسي يقصح ما غنمشيش نخليك. رايحه انا حسيت منه بشويه الخوف يتقول ما نقدرش ما عمرني ركبت فشي سياره ديال شي حد ما كنعرفوش عافاك سير من هنا راه غيجي خويا ولا شافك معايا غينوض عليا الصداع. اسلام زرب عليها وجرب ندرها في هذا الوقت تي بنت بوحدك هنا ما جاتش نخليك غنوصلك ما تكثريش الهضره. ضربها ساكته شافته حل ليها الباب ركبات ودار جهه ثانيه كثير على الطريق. اسلام خدم الجي بي اس وينطق بوضوء ديري عنوان داركم ما تخافيش ما غاديش ناكلك. حسيت براحه نسبيا سجلات العنوان وجلست مكمشه بلاصتها بلا ما تهضر. ما داش وقت بزاف مباشره قدام الفيلا ديالهم وقف هادي داركم ويا تقول له ريحانه بهدوء اه وشكرا حيت وصلتيني دبسك معايا مع شافا غتحل الباب وينطق ممكن تخلي لي الرقم ديالك علاش بغيت لقاء انا يتعاود. هي تقول له ريحانه ببرود وانا ما بغيتش يتعاود شكرا مره اخرى. خبطت الباب بالجهد وزات مخليها حاضيها ابتسم بهدوء وينطق وانا قلت لك راه يتعاود. دخلت الفيلا كترعد بالبرد كيبانوا لها كاملين مجموعين في الصالون على رحمه اللي دايرين تاع على وجهها وكتبكي. تخلعات فاش ما شافتش نور معاهم قربت كتزرب جهتهم هي تشوف ماما مالكم على طاطا رحمه كتبكي فين نور. رحمه علت عينها وهي توقف عندها كتزرب واش ما مشاتش معاك وبنتي من الصباح غابره حتى شي حد ما شافها. يتقول لها ريحانه بخوف لا ما شفتهاش من البارح انا قلبتو الدار مزيان غتكون تخشات في شي بلاصه ونسات راسها. يعني والله فين زات مول فاش لا تخرج بلا ما تعلمني ولا تطول شوفي العشاء قرب يأذن وهي غابره انت كتكون واقعه على شي حاجه. كان نازل هو والدروش لابس كوستر في الاسود وصباط كاين الماء والفوق مبطو كحل حد الركبه قرب جهته والتليفون في يديه. اسحاق ويشوف رحمه كيفاش كتبكي عندها التليفون بنتك. رحمه حركات راسها بلا ما عندهاش ويزفر بغضب واش عارفين شي بلاصه كتمشي ليها تخلت بشي فيها بوحدها تخلوا فيها. الا قالت له حليمه لا لا ونفاش ليها وانت الا بغات تخرج كتكون معايا ريحانه ولا صهيب. فين هو صهيب باش اليوم حتى هو شتو الصباح كان خارج ويقول له اسحاق تكون زعما مشات معاه كون مشات معاه كان غيعلمني ولا يتصل بيا ولا على الاقل يدي معاهم ريحانه. رحمه وقفت رجليها خاوين قربت عنده حاليه باغا توصل يدي عافاك سيدي القريه بنتي هي اللي عندي راه غنحمق لا وقعت لها شي حاجه عافاك السي اسحاق جيبها ليا راه باقا صغيره ما تعرفش الزنقه وشنو فيها. اسحاق تنهد بلا حوله وشدها من دراعها بجوج استغفر الله ساحر ساحر غنجيبها حسن بين يديك صحيحه وسالمه غير يحيد معك الوالده طلع البسه وخليوها ترتاح. يلا غتهضر حتى كيصوني تليفون اسحاق اللي غير شاف الرقم دوز الخط الو ترتق العدومه ديال عنقو يمين وشمال ويصفر بغضب فور ما سمع المكالمه ويخسر جمله وحده انا جاي. رحمه غا شافته غادي ويتبعو قلتيها غنجيبها ونجي حالي ما تبعته مخلوعه. اسحاق بلا بلا ما واش خبر خايبه وقع عليها شي حاجه ويتلفات عندها غادي صوت في الكوميسيريه ويا الحمار هي والحمار ديال ولدك. خرج من الفيلا ساخط كيف سيارته ديما راه مكسيريش على الطريق للكوميساريه. ما داش وقت بزاف حتى كان واقف قدام الباب ديالها هبط من الباب ودخل كيزرب في خطواته توصل للمكتب ديال لاجودان. ثواني قليله كان في المكتب جالس فوق الكرسي عيني على داك بنادم اللي من بينهم صهيب ونور شاف فيها عقد حجبانه بخنزر ديك التخنزيره بوحدها كانت كفيله تخليها تبرد وتحس بركابها فاشل وخاوين. لاجودان وينطق مجا كلامه لاسحاق اخ ديالك غادي في الطريق ما غتسلكوش ماشي كل مره غيفلت منها. اسحاق ويشوف خو برود وجا هضر مع العميد في لقيتيهم في دار مشبوهه ديك الدار محطوطه على العين من طرف البوليس واليوم كان وقت المداهمه. اسحاق ويدوز على لحيته بيدي مزف شنو غديروا معاه قالوا لا جودان يتم اخلاء السبيل ديالهم حيت ما لقيناش عنده شي حاجه ديال المخدرات حتى البنت نفس الشيء. ويشوف فيها كيفاش حاني راسها هادشي ماشي ديالك شدي الطريق الزنقه راه تقدر تسرطك في اي لحظه. فيلا بن صالح كانوا جالسين بلاصتهم حليمه وحاولت تخفي رحمه تخلي رحمه تطلع البيت ترتاح ولكن هي ما بغاتش اصرت باش تبقى حتى تجي بنتها وتشوفها. وبعد ساعات طويله 4 الصباح قفات اللوطه ديالو قدام الفيلا ونزل هو الاول ودار جهتها حل لها الباب وجبدها من راه حتى تبوهات بعلم عاود دار جهه صهيب مع نفس الشيء ويهضر بصوت حاد ممزوج بديك البحه ديالو الرجوليه دار
ما ردوش عليا دغيا تحركوا داخلين. غتحل الباب تكتبان لها امها غتصطب لبكا ديك اللحظه من الدمات وكرهت صهيب وكرهت راسها على شنو دارت. قربت عندها حشمان عكس ما اللي تلاحت على معنقه، كانت خايفه عليها، خايفه توصلها اخبار خايبه عليها. راح من كتبكي وتقلب فيها، فين مشيتي فين مشيتي ياك ما وقعت لك شي حاجه؟ دوين دوين نهار قولي لي هضري قولي شي حاجه. اسحاق ويقف مورا وينتقب برود، طمنيها وقولي لها فيكتي. خلات عرف بنتها الصغيره فين كانت ومني جبتها. نور علات في عينها مدمعين ورجعت شافت ماما. عافاك يا ماما اسمحي لي غلطت وما كنتش عارفه فين غاده. هي تقول رحمه مستغربه شو واقع. يتقرب عند اسحاق، مين جبتيهم؟ شاف صعيب ونطق مغدد. يلا الرويج الجواب وقول فين مشيتي وفين ديتيها. صعيب ويعطي على باطل الفك ديالو معصب، كنتش عارف ديك البلاصه. اسحاق قرب عنده عايق بيه كيكذب، جرى مرق الفاتو تتقابل معاه. ما كنتيش عارف شنو دخل البنت للدار مسخي العاهرات وكتقول لي ما عارفش شو غيعرف انا دوي المسخ. ها بنت لك فيها صهيب ويدفع وجهك كتخربق صاحبي، مين كتجيب هاد الهضره؟ نور غالية عليا ما نقدرش ناديها. اسحاق صفر بغضب، تا كينزل عليه بكروشي تتلح الارض طايح. غالية عليك وغادي بها الهضره المسخين، دابا غنوري جنسك ما كنتيش عارف. شاف نور اللي كتشق حتى انت البروشه وجدي لي راسك مزيان. رحمه شافت بنتها كتحاول تسوحبها شنو طاري وشنو كيقول اسحاق. قربت عند صهيب رجليها فاشلين خاوين عليها، شدت ليه في الدرع وعاونته توقف تحت انظار كل شيء. بغات هضر رحمه بهدوء، كان تيق فيك يا صهيب، حاسبك بحال ولدي، كان امنك على بنتي وعارفك غتعامل بحال ختك. قولي في ديتي او شترتي ليا؟ علاش لقاكم السي اسحاق في الكوميساري هضر صهيب تكلم كل شي حاجه؟ صهيب ويزير عليه يدي فاش سمع ديك الكلمه ديال ختك. مكنتش عارف كان غرضي نخرجها تفوه شويه، عيطوا عليا صحابي ديتها معايا، مكنتش عارف الدار مشبوهه. دخلتي ليا بنتي دار مشبوهه وسختي ليا بنتي يا صهيب، خليتي اللي ما شريت نزه فيها، دخلتيها بحجابها وسترتها دار موسخه عامره بالوسخ. لقيتيها كتقلب، لقيتيها حمقه بكل الخو تبعك في بالك، علاش تخرجها بلا ما تشاور معايا؟ ها هي تشوف نور، انتي علاش ما قلتيش ليا غتخرجي معايا؟ نور عدات على شفيفة حابسة البكية. هو اللي قال لي انا علمت ماما، كان غير مشيت معاها ما عرفتش كيفاش حتى وقف علينا البوليس. حليمة في هاد اللحظة ضرها خاطرها وتعصبات من ولدها، قربت عنده. قربتي منها؟ درتي لها شي حاجة؟ هضر على البهيمة، واش قربتي منها؟ ويحرك راسو بلا قربتش، ما قصاش واش حماقيتو؟ سيري نوية معايا ودابا شاكين فيا نقدر اديها. اسحاق تعصب كره هاد الوقفة، قرب عنده جرو من الكاشكول اللي داير وينطق جيجي نتفاهمو. حليمة خلعوها، شافت اسحاق تا فين غادي بيها وليدي عندك الضرب وراه حتى هو مشى غلط. طلعي لبيتك تنعسي ويشوف نور مازال ما ساليتش معاك تنسي. خلاهم واقفين وخلاها كترجب بالخلع كلشي تخلط عليها وريحانة وهي تقرب منها. اجي هاجي معايا بدلي عليك الحوايج وارتاحي، تخافيش من اسحاق ما يقدرش يقرب منك. في العكاف كان معلق راسو لتحت ورجليه الفوق، بينما هو جالس في كرسي مقابل معاه كينطق بهدوء. كنتي عارف الدار مشبوهة؟ بدا كينفي، لا لا ما كنتش عارف. ما خلاش يكمل، هز داك الصوت اللي كيشحطو بيه عطاه رجلي ونطق كذوب. لا صهيب ويغوت من حر ديك الشحطة، واش من نيتك يا صاحبي ربطني بحال بهيمة كضرب فيا؟ قرب عنده وشدو من شعرو مزير عليه، حيت انت بهيمة حمار طامع فيها كابرة معاك بحال ختك. ها ما فيش حاجه سير اتساع، هذيك راه بحال ختك ماشي ديال داكشي، بالك غا هي الحمار حطيتي العين على حاجه ماشي ديالك. صعيب ساخط تقرب وقتها ملي جبتي هاد الهضره ويزيدو شي حد اخرى، عينيك نجبدهم ليك لهزيتي صوتك عليا البروش. دابا غنسول اخر مره، واش كنتي عارف ديك الدار مشبوهه؟ لا جاوب حيت ما غنبقاش نسول. صهيب حس بالضربات خفاف على ظهرو ويغمض عينيه ونطق كنت عارف، وما خرج من عنده حتى كمل عقابه وخلاه يبات ليله كامله هكاك معلق حتى يحرم مازال يطب صحته ولا يخطي نحيه دوك البلايص. طلع غادي الجناح ديالو تطاحت بالو ومشى لبيتها نيشان، حل بلا ما يدق ما لقاهاش، عارفه غتكون مع اختو. ضرب الدوره غادي لتما حتى هي خصها تعاقب على الفضول اللي فيها والخفه اللي جابتها ليها. وقف قدام بيت اختو دق جوج دقات حتى حلات عليه الباب. كلمه ليا ريحانه ما عودتش معها، دخلت لداخل توانيتها كتبان لي خارجه عينها منفوخين بالبكا نيفه حمر وخدوتها تزنقو شده من دراعها وزاد مخلي ريحانه نابسه بلاصتها. عارفه
ومتأكدة من اللي خوها مستحيل يضربها ولا يدير لها شي حاجة. هادشي علاش سكتت وخلاتو يديها في المكتب واقف خاش يديه في جيابو مراقب حركاتها وخوفا اللي باين واضح ليها. عارفة البلاصة اللي كتي فيها شنو كيوقع فيها؟ حركت راسها بالله بدون ما تزعينها فيه، قرب عندها تتخالطو أنفاسه وزاد ترابتها وخوفها منه. أنا غنوريك شنو كيوقع، باش عارفي فين تحط رجليك المرة الجاية أمور. زيرت على يدها فور ما حسات يدي دارو على خصرها جابت لعندو. عفاك عمي بحد ما بقاش نعاود. شت صوتك ما نسمعوش. نور بالعاس عاود طعم صدع في حلقة وسكتت مزير على يدها تتحبس فيهم الدم. بدا كيزول ليها الفولار في النية انه يخوفها. شنو بالك داكشي اللي مشيتي على قبلو لديك الدار انا نطبقو معاك. ودابا زاد معاها الزايد الخلعة زادت على مبيح. حركت راسها بالله حشمانة وخوفانة منه. ما عمري نعاود عمي يخلي يمشي حاسة بروحي غتخرج. اسحاق حس برشفتها وعرف خافت منه وقرر يزيد في لادوز باش يندم على خفتها. حط صبعو الصل كبير فوق شفايفها، حركة اللي خلاتها كترجف عكسه هو اللي ملامحه باردة ومعرف شنو باغي يدير ولا حتى فاش كيفكر. هز يديه على خصرها وعيني مفيكسين على وجهها وكيفاش كتعطف شفايفها غتموت بالخلعة. كيحس بشي حاجة جات بالها ما عارفش كيفاش، كيقرب لها بحال شي مغناطيس. يلاه قرب تطرخات رجع شافها كانت سخفات طول فيها الشوفه وين تقب ورود. شي مازال تما قربنا لك سخفتي ليا. حلات عينها بصعوبة حسب براسها مدقدقة بحال واكلة العصا. تلفتات يمين وشمال وهي تقفز فاش تفكرت الاحداث اللي وقعوا البارح مع اسحاق والام ديالها. وقفت رجليها خاويين عينها منفوخين بالبكاء. ني فرجه احمر خدودها تزنقوت مشات جهه البلاكار ديالها خدات كسوه شتويه ديال الخيط كحله وفولار كحل ودو بياس وكولون سخون تلبسو لتحت. مشات الحمام دقايق وخرجت مبدله. هبطات الكوزينه تشوف ماماها تهضر معها لقاتهاش. يلا غتخرج هضرات مع وحده من الخدامات. عافاك نور دي معاك القهوه ديال سي اسحاق. هزات فيها راسها بهدوء خدات من عندها القهوه وخرجت حانيه راسها وحاسه بالخوف والحشمه وقربت عنده. حطت ليه الطاس ديال القهوه ورجعت ادراجها الفوق حتى هو ما هضرش وما شافش فيها كاع. كمل فطور وخرج من الدار كلها. جهه اخرى كانت جالسه مع البنات كيتعاودوا يضحكوا غافلين على العينين اللي مراقبينها. غنمشي للبنات نشوفكم في العشيه. كتقول لها صاحبتها تخرجوا بالليل اش بان ليكم؟ بدات رايحه نكت في الا لا ما نقدرش اليوم عندي بزاف ما يدار. سلمات عليهم ومشات حانيه راسها معوله تاخذ الطاكسي. تحسات بخيال وقف عليها هزات راسها ويتخنزر فيه. وقف ليا في الطريق يا سيدي. اسلام ويبتسم لها بهدوء. كي خصنا نهضروا ما غاديش ناخذ من وقتك بزاف نص ساعه وسيري اللي بغيتي. ريحانه وهي تخطاها كان عارفكش باش ريح معاك في القهاوي ويزرب عليها شده من دراها. وانا كنعرفك اكثر من راسك زيدي معايا بلا ما تقصح راسك. ديجا قلت لك راسي قصح من راسك. نطرات يدها من يدي ويتنطق بحده خلني ما تشتش فيا. اسلام حافظ على الهدوء ديالو. غاديش نعطلك غنجلسو في قهوه نهضروا شويه ونمشيو باش بحالك. يلا غتهضر ويقاطعها تخافيش ما غاديش ناكلك غنهضروا سيري. سكتات شويه وهي تنطق ما غنفوتش 10 دقائق ويتبسم اسلام ما غنفوتوهاش. ها تفدروش وجهه عامر كذا مات العيا والتعب باين على وجهه وتخنزيرتو كافية تورينا حالتو. داز من حدا الطبلة ديال الفطور ما هضر مع حد تمشى البلاصة اللي عارفة غتكون فيها. غير وصل بنت لي كتسقي الورد اللي غارسة في الجرنة. وقف مباشرة موراها بلا ما ينطق ديك الما. خليها كتلفت بهدوء فاش حسات بيه واستنشقات العذر ديالو. صهيب عض على شفيفة وقرب عندها باش يشدلها في يديها. بيتها تزيد دام وقفة تقربش مني لا سمحتي اسي صهيب. كيفاش السي من امتى كتعيط ليا السي انور؟ كتشوف في وجهه من دابا فتسي صهيب انا نور بنت الخدامة شي حاجه اخرى ما غتكونش. ودابا لا سمحتي سير بحالك ما بغيتش شي واحد يشوفني معاك. صهيب ويصفر بغضب. شكون اللي ما بغيتيش يشوفنا؟ واش اسحاق اللي قال لك سمعتي مني؟ نور ثقي بيا انا ما كنتش عارف ديك الدار مشبوهه. شاقه طويله ماشي السي اسحاق انا اللي بغيت نبعد منك. واش عارف شنو طرا بسببك البارح؟ عرفتي بلي ماما مبقاتش بغات تشوفني. قرب شد لها في يدها وينطق غنخليك تصالحي مع خالتي رحمه نمشي نهضر معاها انت ما عندك حتى ذنب انا اللي مسؤوله على هادشي. حليمه كانت خارجه للجرده غير شافتهم وهي تمشي عندهم. العصا اللي كليتي البارح ما كفاتكش يا ولد كرشي باقي باغي كسر واقيله. وكنهضر معايا الوالده ما تدخليش. قربت نطرات ليه يديها من يدي فوت عليك البنت
ماشي ديال التكرفيس، بركة غير البارح دخلتيها الكوميساريات ومدخلها لدار موسخة وهي ما عارفة والو. غتشوف في نور، سيري لبيتك بنتي واخر مرة نشوفك معاه. صهيب عض على باطن فكو، اش كتخرب غير وليده، كيفاش تحبسوني نتكلم معاه؟ فين كاين هذه؟ كتقول له بحيطة كاينة عندي البنت سمنتي وجالسة معايا ربي سامعة امها، ما غنبغيش ليها الضر. صهيب يرجع شعره اللون مغزف، واش انا غادي نضرها؟ هي تقول له حليمه برود اكثر من هذا الضر اللي ضربتيها دريتيها البارح ما كاينش. سير رجع العسكري يحسن ليك وليها ولينا. صهيب يضحك بالفقصه، كنشري عليا بغا تخرجي ولدك من الدار. قربات شداتو من يدي، بغا نحميك ونحميها. بعد هاد الفتره حتى تبرد القضيه وكلشي ينسى اللي وقع البارح. احمد الله باك ما ساقش الخبر شنو درتي. صهيب شاف في يديها اللي شادين في يدي، ما غاديش ما غنمشيش انا غنبقى، واللي بغيتيها غنلحقها، ولا نتي لا ولدك غتمنعوني منها. حطات لك كاس ديال القهوه قدامها وشافت فيه برود. علاش باغي تهضر معايا؟ كنظن فات 10 دقائق وخاصني نمشي. اسلا واش دام يديها فاش بانت لي غتوقف. جلسي جلسي باقي ما قلت والو. قول كنسمع. اسلا ويبتسم بهدوء، مده طويله وانا تابعك. المره اللي فاتت كانت اول فرصه باش نوقفك ونقرب منك. رايحه انا ويا تستغرب مراقبني؟ تقدري تقولي اه، ولكن بعباره اوضح بغي نعرفك شكون انت وبنت شكون. يا تقولوا رايحه انا بحده، وعلاش؟ شنو هو السبب اللي يخليك تابعني؟ واش عارف هادشي يقدر نوصلك عليه الحبس؟ بقى محافظ على الهدوء ديالو. خليني نكمل كلامي ودير اللي بغيتي. سر بخلاص ما عنديش الوقت لهاد التخربيق ديالك. اسلام ويدوز لسانو على شفايفه ومرطبهم. باغيك للزواج جيتك نيشان، ما كاين لا لف ولا دوران، نيشان. طالبك الحلال عجبتيني وبغيتك تكوني ليا. كيفاش؟ واش عارف شنو كتقول ولا كتهضر؟ عارف مزيان ريحانه شنو الغلط في كلامي واللي ما عجبكش فيه. طالب الحلال ومعاك باغيك للزواج، ماشي ندوز بك الوقت ونلوحك. ريحانه غصفات تلوحني، وهادشي اللي قدرتي تشدي من كلامي غير لوحك؟ ما سمعتيش الطلب ديالي باغي نجي نخطب؟ فات فيا تخنزر فيه. اخر مره نشوفك سامحني، ولا ما غادي يعجبك حال وهاد الدخله ديال الزواج والمعقول ماشي معايا انا، ما غاديش تاكل ليا دماغي. سير قلب على شي فيكتيم ولصق فيه، انا ما صلحش ليك بعيده وماشي ديالك. باغي تخطب سير عند امك تقلب لي. وقفت قابل معاه شده من دراعه. ريحانه كنتي نكملو هضرتنا، نطرات يديها منه. المره الجايه لعاودتي قصتي فيا نقطع لك يديك من الجدر. مازالتش مع الهضره، خرجت من الكافي معصبه كلها كترهد كلامو وترها وعصبها وبرود مرضها اكثر. كان هاد النهار اللي خلاته يوصلها ولا تجي تسمع منه هاد الحوار الغبي. اسلام ويجلس فوق الكرسي ديالو، جبد كاع الرشالو ودارو فمو كينتر اكبر كميه من نيكوتين دخلها للرئتين ديالو ويدق برود. مبروك علينا الزواج مسبقا. دخلت الفيلا بعد ما قالت لها حليمه. غير شافت رحمه ضربات في خطاويها ودخلت عليها البيت باش توضح لها شنو وقع الليله اللي داز. وقفت موراها كتفرك صباعها متوتره. ماما غتبقي مقلقه عليا؟ شوفي فيا بغيتك تسمعيني. رحمه حطات الموس من يدها ويطبق بجفاء. شنو باغا تقولي؟ هاني كنسمعه. سربي هضري وسيري عندي الخدمه ما مسالياش. نور شدات لها في يدها دورات عندها حبسه البكيه. بغيتكش تبقي مقلقه مني يا ماما، انتي عارفه اني ما كنديرش حاجه خايبه. راه هو اللي رحمه ويا تقاطع، هو اللي اش رشتي ما عندك كلمه؟ قال لك يلا مش يلا معايا مشيتي. واش اللي قالوا لك طاحي في الواد طاحي فين؟ انت كتبكي. الا قلتي عليا انت يا ماما نديرها بلا ما نفكر. ماما عافاك، شوفي لي في عيني واش كان كنكذب عليك. هو قال لي راني علمت ماما، قال لي غنديك الملاهي وما عرفتش كيفاش دخلنا لتما. خبرك منك حط يدي عليك. يتحرك راسه من فين؟ لا يلا دخلنا، دخلوا البوليس وخرجونا من تما. ما كنتش عارفه شنو واقع وتخلعت بزاف، خفتي شدوني نبقى عندهم تما، خفت ما نبقاش نشوفك يا ماما. رحمه يتعنق بالجد، وخايفه عليك يا بنيتي، خايفه عليك من الزنقه، عارفك نيه ودغيا تسيقي، واللي قال لك ديري شي حاجه كتحشمي تقولي لي لا. وهادشي علاش كنوصيك عمرك ديري شي حاجه بلا ما تشاوريني. كوني هاني عمري نغدرك ولا نطيح منك، واللي قلتها ليا هي اللي غتكون. حليمه كانت واقفه قدام باب الكوزينه بالسما، شافتهم تعانقوا تصالحوا ونهاو سوء الفهم اللي بيناتهم. وهادشي اللي بغيت انا نشوف هاد التعليقه وصافي. يتقول لها نور سمحي لي يا خالتي بسبب داك عمي ضرب صهيب. يتقول لها حليمه صهيب راه قلب عليا، انت ما درتي والو، ودابا سيري لبيتك نعسي شويه وخلي ماماك توجد الغدا، جايين عندنا صحاب اسحاق. نور حركات راسها بالايجاب، مشات مخليهم بجوج في الكوزينه. يتقول لها حليمه بهدوء وقيلا جا الوقت رحمه فاش نهضر. الله يدير لي فيها الخير. حليمه ويطبطب على كتفها،
هضري معاها، حاولي تقنعيها هي تسمع، كتسمع كلامك ومستحيل ترفض لك شي طلب. حركات لها راسها بالإيجاب. اليوم نشتو هضر معنا الإنسان يطلع عندها. يتبتسم حليمة، شحال كانت تسنى هاد اللحظة، من نهار كبرات ورجعت عطيها العين وانا ما بطع ليا متى يجي هاد النهار. هي تقول لها رحمة كلشي عند ربي قريب ليا، من دغيا كتفوت. يلا نخليك نمشي نهضر مع الحاج هو ونعلمو. كان مسكية فوق الفراش حاليا من الفوق، لابس غير شورت، قربات عنده بخطوات ثابتة توازنة، لابسة شوميز دو نوي كحل كامل مشبك، هزة في يدها جوج كيسان من النبيذ الأحمر. تحنت بشوية كتشوف فيه. تبغي نداوي؟ جمع مني شغم من كاسو، شاف عيني مسلين، بغى يدويني. هي اللي داوي الجروح اللي في وجهي بيدها رطبين، هي اللي تكون بلاصتك. رشفات من كاسه وهي تنطق، طايح فيها غشوفه فيها كتقتلني. حطات الكاس جنبها وقربات عنده. خليني خليني انا اللي نكون في حياتك، جرب. شكون حابسك عليها صهيب؟ علاش ما قادرش تقرب منها وتريح راسك؟ ولا خايف ترفضك وتخليك منبوذ من حياتها؟ عارف هادشي اللي غيكون ياك. رجع عند سي اسحاق اللي كان جالس بيتو والبيسي قدامه خدام على شغله اللي خلاه في ايطاليا. اول سيفتو صفر بغيت فاش شاف تليفونه كيصوني عرف المتصل ودوز الخط ويحطو على ودنه بلا ما ينطق. ابتسم بورد فاش سمع الجمله اللي تقالت ليه، كتعرف دير والو بلا بيا. ابتسم كثر فاش سمع كلامه، نهار نبغي ورجع ماشي انت اللي تقول لي امتى، انا اللي كنقرر. شش سكت، كنحملش هضره كثيره، قد ما غتمشي كيف ما انا باغي. ما خلاش يكمل كلامه، قطع الخط ولا حتى لجنبو، طلق عن يمين وشمال وقف غادي يجي يسدوش. البنت اللي كانت مع صهيب ديك الساعه خرجت من عند من ديك الدار، اول طاكسي بلاشي رات عليه عطاتو العنوان اللي بغات. ما داش وقت بزاف حتى كانت قدام الدرب، وهبطات من بعد ما خلصات مشات جهه دارهم، دقات بشويه حتى تحل الباب عند خلات، حطات ساكا بلاصو وجلست فوق السداري كتحيد الصباط. يتقرب خالتها عندها، على السلامه كتماني عيانة عينك حمرين بالصير. تسمات لا انصاف، بزاف بغيت غنحط راسي والناس فطرية بنتي ونعسي. اللي تحرك لا راسها بالنفي، فطرت خالتي قبل ما نجي، فين هي جوري؟ مشات المدرسة؟ مشات بنتي سولاتني عليك وقالت لك ما تمشيش اليوم تاتجي. يا توقف انصاف، انا توحشت وبغيت نشم ريحتها خالتي، كوني غير بدلتي الخدمة وطلبتيهم يرجعوك تخدمي النهار احسن من الليل. هي تقول لا انصاف برود، الكلينيك ماشي ديال با خالتي، الحمد لله غير ملي لقيت فين تخشى. يلا نمشي نتكابين ما جات جوري. خلاتها واقفه ومشات لبلاصتها حيدت حوايجها وهي كتفكر، كاين عينيها كيشوفها في السما وشريط حياتها كيدوز قدام عينيها وظهرات شي ابتسامه على شفايفها ونطقات بخفوت. خدمتي كتبغي الليله خالتي. وغنمشيو لبلاصه اخرى بالضبط فيلا المالكي، على الطبلة ديال الغدا مجموعين العائلة كاملة. عادة من عادات هاد العائلة، وترأس الطاولة السياسي المالكي، وفي الجنب ديالو مراته سمية المالكي، والجهة الثانية الابن الوحيد والوريد ديال العائلة اسلام المالكي. اسلام حط الفرشاة من يديه ويشوف با، بغيت نهضر معاكم شي حاجة. وطبعا ما لقاوش وقت انسب من هذا، نطق ياسين برود، قا شي حاجة في الشركة؟ اسلام ويحرك راسو بالنفس، لا لا موضوع شخصي ما عندو تعلق بالخدمة والنفوذ ديال سيادتكم. هي تقول له سمية، وقع شي حاجة اسلام؟ اسلام شافها ويتبسم، وقع ولكن زوينة قررت نتزوج. قال له ياسين بوضوح، شي ناس فقتي لقيتي راسك باغي تزوج، واش حسب لك الزواج سهل؟ غاجي وتزوج؟ قال له اسلام برود، نتشاهل هدرة بوع، غنمشيو معايا تمشيو معايا نخدموها، ما تخافوش هي بنت عائلة غنية ونفس المستوى ديالنا ويمكن كثر. غيشوف با غادي تستافد تنتا. قالت له سمية، شكون هادي كنعرفوهم؟ عائلة من صالح. ياسين هو يتقاد فضعيتو، شنو مخبي بداك الراس؟ شحال من مرة قلت لك تزوج وحدة من بنات الشركاء ديالنا، علاش كترفض؟ ودابا جايب ليا وحدة ما كنعرفوهاش؟ قال له اسلام، المهم انا كنعرفها وعجباني وباغيها، شي حاجة اخرى ما كتهمنيش. نجدو راسكم في اي لحظه غنمشيو تخدموا عليا. ويشوف امو زوينه بحالك تماما. تسمات له سميه، اللي بغيتي انا معاك فيها، ومن دابا نمشي نخطبها لك. اسلام ما صوقش البالي نتا ساخط فوق طبلة الغدا، غتعجبك حتى انت وغترتاحي ليها.
شنو سميت عروستي واللي سرقات قلب ولدي من الضربه الاولى؟ اسلام ويتبسم. ريحانه عند حليمه اللي كانت جالسه مع راجلها في بيتهم وكيتناقشوا اشنو قلتي. قررت اليوم نعلمه ونخليه ياخدها. احمد ويشوف البعيد، دير اللي بغيتي، انا ولدك حتى الهضره راه قاطعه معايا، ما غاديش تسني مني نهضر لك معاه. حركات راسها بالايجاب، عارفه انا غنتكلف، جيت غير باش نخبرك وتكون على بال. اسحاق كان عارف كيفاش نقنعو، اكيد غادي يقبل وما يرجعش ليا فوشي. قال لها احمد برود، والبنت باغا ولا انت عندك غير ولدك اللي خصو يبغي؟ غتهضر معاه رحمه، نور ما كتقدرش تقول لها لا، دغيا غتقبلو اكيد، راه ما غاديش تلقى بحال ولدي اللي صونا ويتهلا فيها. دبر راسك، انا هادشي ديالكم خير السوق. خرج مشي لها من الصغر، قلنا غا المرا موحشه ولدها وكتقلب فين تبرد حر الشوق. صدقتي داويه بصح، خاطبه ليه البنت وهي عدات 10 سنين، ما نسيتيش كيفاش خرجتها من قرايتها وحطيتو السبه على العين والحسد. نتوما كون صبتو تخشيوها في الرقعه وصدوا عليها حتى يجي السيد ديال ولدك اللي يكون تزوج يكون يولدها. حليمه ويا تخنزر فيه، تبانو على هادشي دابا جينا نشاوروك ندمتينا؟ انا خرج السوق ومال لا، دبر راسكم وعوم بحركم من الاولى، هادشي ديالكم ما مخرجش وما عاجبنيش. زوجي بنت 16 عام وواحد عنده 36 عام يولدها، والحق غاسيرو. عارف اسحاق مستحيل يقبل التخربيق ديالكم. ما جاوباتوش، خرجات مغصفه، عكر لها مزاجها بهضرتو اللي كيسمع على قولتها وتمشات جهه بيت ولدها باش تهضر معاه. دقات بشويه في حتى حل التسمات وحتى هو فتح لها المجال وجلست معاه، وبقاو يديه ويجابو في الهضره. واسحاق شاد ليها الخاطر وعطاها الوقت ديالها حتى نطقات بهدوء. ولدي اسحاق، بغيت نقول لك شي حاجه مهمه وكيخصك تسمعني تنكمل. قال لها اسحاق بهدوء، كنسمع شنو كاين. بالعاد طريق لي في حلقه ونبقات لي حالي الهضره في وجهه. اسحاق كيخصك تزوج. كان حاني راسو غسمع جملتها، دور عيني جيتها بلا ما ينطق، كيتسنى منها توضيح لهاد الجمله، شي اللي خلاها تكمل كلامك كتحاول انها تقنعو. سالفات كلامها، بغيت نشوفو لهداك العمر قريب يسالي، وانت تبارك الله عندك 36 عام وهذا هو الوقت فيه دير حياتك انت وتولد وليدات يخلفو. ويبتسم لها اسحاق، حياتي هي انت، عارفه وليدي ولكن حتى انت. ويقاطع، ما عنديش الدماغ للزواج والتخربيق، هاكا مرتاح. يتشد ليه في يدي، عافا ولدي دير ليا الخاطر، بغيت نشوف ولادي قبل الموت. عارف عارف مرضي وعارف لي ما يبقاش ليا بزاف، دير ليا خاطري وتزوج. عاد على باطي نفك هو يشوف فيها، غتبراي وغترجعي كي كنتي، انا هنا باش نتي تولي بخير، غندير كلشي باش ترجع لك صحيحتك. عيني هدمعو، الا بغيتي راحتي هي تزوج والبنت اللي غنختار لك انا، ثق فيا ووافق لي نفرح بك وليدي. زير على يديه تبرز عروقه وينطق بهدوء، شكون؟ حليمة عينيها المعمول الفرحة، وافقتي يا وليدي غتقبل تزوج ياك غدير ليا خاطري. اسحاق هز عيني فيها مرا حد يكلم عليه في عينيها، غنتزوج غنخلي عيني يكلمها بحال هكا. قفات قدامو كتشوف فيه عينها فرحانين، وما غتلقاش بحالها بنت بحال الفريزة، كلشي فيها زين، حشمتها وبراءتها وزينة كلها فنة، كلشي فيها حلو، دايرة بحال شي شوكولاتة تشهي تاكلها، وأهم حاجة كتعرفنا وكنعرفوها مزيان. اسحاق عيني عليها، عقلو مشى لبلاصه اخرى، كيقارن بين اللي شافو عيني واللي كتهضر عليها مو دغيا وينطق. شكون هادي؟ نور اسحاق، نور بنت رحمه. سميتها بقات كتعاود في الضنو، ما دار حتى ردات فعل، شي اللي خلى حليمه كتجمع الضحكه وتراقبو بصمت ولا ما تزيد كلمه. حك حاجبو وعيني عليها، واش عارفه شنو قلتي؟ اي هي اللي بغيت ليك وعجباتني وتساهل تكون كنا العائلات بن صالح، فين عندك المشكل؟ مشكل فيه هي، هنا فين كاين المشكل. حليمه يزعقد حواجبها، علاه مالها ما عجباتك شاويلي البنت ما تعابش. وقف بعد ما كان جالس ويقرب عندها، الوليده انت راه برهوشه باقا صغيره، شحال عندها 18 ولا 19؟ وهي تقاطع، ولا عندها 16 ولكن ما بيناش فيها، كتبان كبيره. ويضحك بالفقصه، ويلي كتبانش فيها. حركات راسها بالايجاب، هي وما غتلقاش بحالها، وهي اللي بغيت ليك. ويقول لها بحيطة الوليده، والبنت صغيرة بزاف، ماشي ديال هادشي، ماشي ديالي أنا، ماشي ديالها، غنتزوج وحدة وكون تزوج تكون ولدت قدا. بروشة كتعيط لي عمي، غاتكبر بين يديك وتحت رحمتك وجناحك يا وليدي، البنت ما عندها حد من غيرنا، تزوج بها وخليها معاك. اسحاق ويزعف، الوليدة هاد الموضوع تسد هنا، الزواج بديك الصغيورة ما كاينش. يا تجمع الضحكة ويا تشوف فيه، وإلا ما خديتيهاش هي أنا عمري تكون معاك في شي فرحة.
ما خلاتوش يكمل، ضاي خرجت من البيت مخليها واقف بلاصو كيفكر كيفاش غيتزوج بيها وتكون معاه فراش واحد، كيفاش غادي يكون وياها. تنهب قلب عيني ومشى جاي الحمام ياخد دوش يريح اعصابه من هاد الضغط هذا. جهه اخرى في نفس الفيلا غير بيت اخر، قال سايو بنت طرق لها شعر الكحل اللي كان طويل ورطب بحال الحرير وهزه في يدها مشطه كانت مشطوله وكتهضر معاها. يا تنطق نور بصوت خافت، ماما بغيت تقول لي شي حاجه، حسيت بك باغا ولا كان ما عارفاش كيفاش توصلها ليا. اقول لي انا ما نصدمكش، راح محطه المشطه ما تقابلت معها. بنيتي الحبيبه ديالي، عارفه انت اللي عندي وباغي نضمن لك مستقبلك وحياتك ياك. نور حركت راسها بالايجاب بلا ما تنطق بكلمه، ورحمه استانفتك مكمله كلامها. وليتي تبارك الله شابه، واخا حبستي القرايه وعارفه علاش غتكوني فهمتيني وعذرتيني ياك. ما كرهتش تكملي قرايتك وتوصلي حتى تي، ولكن الظروف قوى منا. زينك يا بنيتي فتان وفي صلاتك في صالتك كبر من عمرك، ديما كتجيبي العين وتمرضي بالشهور والدورة. خروجك من القرايه كان القرار صحيح يا بنتي. نور عيني دمعو، عارفه انا عمري تقلقت منك يا ماما، عادرك وفهمك، عارفه كتبغي ليا الخير وباغاني نكون مرتاحه. واخا كيبقى فيا الحال فاش كنشوف ريحانه كتقرا وصهيب حتى هو، ولكن معليش فيها خير نيت على نلقى رحمه. كنت عارفه كتهزي في خاطرك يا بنتي، عارفه كتقلقي ودموعك على طرف عينيك. يتبتسم نور بخوف ومبغاش تبين من داك التقلقه ديالها. انا مرتاحه ماما، ما تشغليش بالك معايا. عارفه يا بنيتي، عارفك بعقلك هادشي علاش بغيت نهضر معاك في موضوع كيخصك انتي. شنو هو؟ تسمعت وبدات كلامها. خالتك حليمة عزيزة عليك يا بنتي، عارفه كتبغي لك الخير. اه عارفه، جات وهضرات معايا بغات تخطبك لولدها وبغاك تكوني عروسها. نور هزات عينها كترمش بالزربه. صهيب يا تقول لها بنفري. لا اسحاق. خرجت في عينها مصدومه، واش عمي؟ وكبيرة ماما رحمة قربات كثر عندها. هو هذاك عمو ديالك، انتي غتوافقي تزوجي بيه على قبل راسك، هو اللي غيضمن لك حياتك وتعيشي معاه مزيانه. نور يتحرك راسها بالنفي، ولكن ماما هادشي. تقطع رحمة، تقولي والو حتى تفكري مزيان عاد جاوبيني. ما غاديش نضغط عليك يا حبيبتي، واخا اللي بغيتي هي اللي غتكون. ودابا غتنوضي تهبطي لتحت وتطلعي السي اسحاق القهوه ديالو صافي. و راه عارفه كيبغيها في هذا الوقت. حركت راسها بالايجاب وقفات خارج وعقلها غير كيفكر. هبطت لتحت علمات الخدامه توجد القهوه وسات من يدها وطلعها الجناح الخاص باسحاق. وقفات قدام البيت دقات بشويه في الباب، ما لقاتش رد، عرفات وما كاينش. قررت تدخل وتخلي عليه حتى يجي يشربها. حلت الباب خطات اول خطوه داخل البيت. اول مره تشوفه كان كامل باللون الاسود والكري، كيعكس شخصيه اسحاق. عجبها البيت، عجبوها الوانو، ابتسمات بدون شعور وحطت ديك الصينيه الصغيره اللي فيها طاس القهوه وعينها كيدورو في البيت. يلا غترجع ادراجها، تخبطت بظهرها مع كرشو، لبست بالزربه غير شافتو عريان لاوي عليه فوطه، حنت راسها وخدوتها تبردو. اما هو كان كيطلع فيها ويهبط، معرفش عجباتو في ديك اللحظه. ما خداش ايدنا حتى كيجر لعندو بعنف، ما قادرش يزيد بيه. صبر قدام زينه وهي حشمانه كترجف وكتسمتم بصوت خافت، يا دوب تقدر تسمعو تفسرو. عفاك بعد مني، هز حواجبو فيها. دقات قلبو متسارعين وكيشوف فيها مزيان. داتو عندها لحظات اللي صعيبه، بغات تموت بالخوف حتى لواحد اللحظه ويهز عيني فيها وينطق، المره الجايه لقيتك هنا يبقى عليك اكثر من هكا. رجعت جوج خطوات للدور بسنده بظهرها على الحيط وحطات يدي على قلبها اللي كيخبط. كتمسد فيه حاسه بخوف، قلبها غادي يوقف وروحها غادي تزهق. ركبها خاوين وعينها عمرين عامرين بالدموع. هزت راسها فاش شافته قرب وحط يدو على خاطرها، بغيت نمشي بحالي. مركز بعيني اللي كيمشي ولا وعينيها اللي رجعوا حمرين بحال الجغمه ديال الدم. خوالها الطريق وان شاء الله تخرج بلا ما ينطق. شافها كيفاش دازت الطايره كتعصر في جلايل الكسوة، المشية تلفات ليها. أما هو بهدوء درجي الدريسينغ ديالو، خدا حوايجو اللي غيلبس أسود في أسود، وفوق منه فيستا هي وصبر ديال بيضا رش بارفانو، وخرج من بيتو في اتجاه غرفة الأم ديالو. دق الباب ودخل، بنت لي كتصلي تخطاها، مشا جلس فوق الفوطي حتى تكمل. عقلو خدام كيدي ويجي، واش هاد الحركة اللي غيدير مزيانة ولا غير غيزرب على راسو في لحظة غضب. هز عيني فيها خارج من تفكيره، فاش سمع هضره معاه الله يقبل
طوات صلاي حطات على جنب ولا تجلسات حداه. منا ومنك يا وليدي. ويقول لها بودو موافق يتسد حواجبها. علاش؟ جاوبها ببرود ما كيشوفش فيها. نزوج بيها. ابتسمت ابتسامة عريضة ونطقات، كنت عارفة ملي ولدي مستحيل يرفض ليا الطلب. عجباتك ياك؟ ويحول الشوف عليها. قدي معاهم الأمور باش نعقدو فهاد السيمانة، ما كيلاش نطولو كتر. هضري مع أمها، بغيت كلشي على الأصول ديالها ولدي. الزربة ما كاينلاش، كيفاش هاد لأصولو؟ هيك الزواج وغنزوجو. البنت أمها ما عندهم حد من غيرنا حنا، جات ناقصة ما نديروش العادات والتقاليد. ويقول لها إسحاق، شنو هنا ثانية العادات والتقاليد اللي غنديروه؟ كنظن بلاش. حركات راسها بالنفي. ايوا ضروري منهم، اول خطوه في هذا الزواج هي الخطبه، كيخصك تجي تخطبها مع عندنا باش حنا نعطيوها عليك. شاف فيها ويسكت من طويل قبل ما ينطق الجمله ديالو. وجدي راسك الليله غنخطبها منك. اما هي اخر جات ما عنده طارت كتشري، دخلت البيت سندات على بالسالوت وتسندات بدار على الحيط ودا كيرشفو كترخى في الشال ديالها. لحسو في الارض مخليه نفسها كيطلع، حسات براسها شويه وحيدات العبايه اللي لابسه. بقات غا بشورت لاصق عليها والفوقاني ديالو بسميطات، وتلاحت فوق الفراش وديك اللقطة كدور في دماغها. كيف مشات بلاصتها واخدة وضعيات الجنين، كتفكر في الهضرة اللي قالت لأمها بلي غادي تزوج بيه، وتفكرت كيفاش كان محاصرها مخلاش فين تفنفن. غمضت عينها بالزربة وعطات على شفايفها ترجع لونه محمر بحال الدم. أويلي ناري، كيخلعني كيقتلني بالخلعة. مشينا نطلعو، طلعو على ريحانة اللي كانت في الحصة ديالها، المدرسة اللي كتقرا فيها ديال الفلوس وكيقراو فيها غا الناس الواصلين. جالسة مكانها كتحاول تراجع دروس قبل ما يدخل الأستاذ. مهدات بهدوء هي تسمع وشوشات البنات حداها. شوفي شوفي على أستاذ جابو لينا بلاصة الأستاذة اللي مشات تولد. هي تقول وحدة أخرى، ناري على قلبي غيتفرقع طولة والفورمة واللحية والسمورية. ناري ختي. ريحانة ميقات فيها من غير ما تطلع راسها وتشوف هاد الأستاذ اللي كيهضرو عليه. غيعرفنا على راسو دابا ملي ما كرهش صوتو يكون بحوف. قالت لها الاخرى، ويلي تيسكتي. ريحانة حلات عينها مصدومه وهي كتسمع الحوار اللي كيدور بيناتهم. خلاها كتهز راسها الفضول باش تشوف هاد الشخصيه اللي كيهضروا عليها كبيره. غير شافت حلات عينها على وسام، كيفاش هو ميمكنش؟ ياك هو البارح كان تبع وعرض على الزواج، امتى رجع الاستاذ ديالو غيقرا العام كامل؟ اسلام تبسم بهدوء ما كيشوف فيها غير دخل قشاع وعيني ما نزاحوش عليها. رجع حول نظره للباقي ونطق بصوت خشن ممزوج بديك البحه ديالو، السلام عليكم، معكم اسلام المالكي استاذ جديد ديالكم، كنتمنى عامنا يكون مزيان، بون كوراج ليكم كاملين. لو حصه الاولى تعرف يتنطق واحد البنت، احسن حاجه وقعت هاد العام هي انت. تسمى اسلام، شكرا، دابا غنبدا منك. شال واحد ولد عرفني عليك. سالات الحصة اللي كانت طويلة بالنسبة ليها، والحمد لله أنه ما وصلتش نوبتها باش تعرفوا على راسها ويعرفها من شكون هي. فات قدام المدرسة شوية، جمع يدها عندها اللي كان الجو بارد الشعلين طيح، شفت يمين شمال وقطعت الشانطي كيبان لها الشيفور ديالها يلا غتركب. حتى سمعت صوت من وراها، تلفتت عض على باطي الفاكهة وبلا ما تهضر، بقات غا كتشوف فيه كيفاش جاي جيتها وهز في يدي شي حاجة. ويمد لها التليفون ديالها، سيتي في القسم. ريحانة هدته من عنده، شكرا كنتي غتخلي في الاناره بلا ما تعذب راسك استاذ. اسلام ويبتسم بهدوء، سالات الحصه ما بقيتش استاذ، عيط غا اسلام غتخرج زوينه من شفايفك. قالها وعيني على وجهها يا تخنزر فيه. خليني محصار معك، نقدر نشوفك وسط المدرسه اللي بقيتي تعباني. ويقرب عندها وينطق لها بهبس، شي ديالي الزوينه دخلي راسك وتقبليها، حطيتك في راسي عجبتيني وغتكوني ديالي. حاولي تستوعبيها حيت ما بقاش بزاف، وتلقيني داخل مع باب داركم طالب راغب الحلال منك. ميقات فيه ويا تنطق، الا وصلت فمك لودني غنكون ديالك ديك الساعه. تلفت كتجري ركبت مع الشيفور مخليها واقف خاشي يدي في جيابو، وابتسامه ماكر على شفايفو وتوسعت ابتسامته وينطق بوضوء، مبقاش بزاف الكتكوته وغنشوفو واش باقي غتقول هاد الهضره. قام بها الشيفور قدام الباب ديال الفيلا، عطات كتزرب بانت لها حليمه ورحمه كيوجدو الصالون فين غتكون الخدمه. يتوقف عليها وهي تنطق، اجي عندنا شي حد ثاني؟ تسمت حليمه، اييه جايه الخطابه الغزاله ديالي. ريحانه جمعت الضحكه وهي كتفكر كلام اسلام ليها، ما فهمش شكون غيخطب وشكون غيتخطب. حليمه وهي تشوف فيها كيفاش رجعت تصفرا في مبيض. بسم الله عليك ابنتي ما كتخلعتي، راه الخطاب راه ما غايجوش فيك. وفي من
إسحاق غيجي يخطب من عندنا نور. تسمى طريحة أنا بلا شعور. لا ما تقولي ليها شاويلي، هاد جوج ما غاديش يتفاهموا. حليمة ويسخن زرفيها وعلا بالسلامة. ما عرفتش نور باقا طايشة، وخويا إنسان عقله كبير وما كيبغيش تبرهيش. وصافي غيغير غيربي على يدي ويخرجها كي بغى. زائد النور كتسلط واللي قال ليها ديرها سيري سيري طلعي عندها وجديها وقادي لها شويه د الماكياج شويه ونبداو. قالت لها رايحه انا واخا. كانت يلا فايقه من نعاسها واقفه كتكسل، حلات يدها بجوج كضحك فاش شافتها واقفه عليها لابسه بيجامه ديال الارنوبه وهزه في يدها نونوخس ديالها على شكل ارنب. انصافيه تبتسم، اه جيجي علقيني ما توحشتينيش. جوري قربات عندها جبعات شفيفه بالطفوليه مقلقه. علاش ما جيتيش جبتيني من المدرسه؟ كنت جاوليهم ماماهم الا انا. انصافية تشد لها في يدها بجوج. سمحي لي يا بنيتي مشغوله وما كنساليش، جيت عيانه ونعس ما حسيتش بالوقت. سمحي لي وغدا غنجي نديك ونشريك الالعاب اللي بغيتي. ويطلق جوري ضحكتها، صات لي ميكي ماوس وسندريلا والاميره فلو اقزامها السبعه. ابتسمت انصاف كتفرح الفرح بنتها. غنشري لبنتي الحبيبه اللي بغاتها، خليك فرحانه وقراي ليا مزيان، بغيتك تكوني انت الاولى في الفصل ديالك، مفهومه ماما؟ جوري حركات راسها بالايجاب، فهم اصلا ديما كنجي الاولى، انا وليت طبيبه بحال وكنداوي المرضى ونخدم في الكلينيك بحال اللي خدامه فيه انت. انصاف بلعه طريقه وهي تنطق، غتولي حسن بزاف، غتكوني طبيبه حقيقيه ماشي بحالي، غيولي عندك السبيطار ديالك حقيقي ماشي بحالي. هل انتي ماشي حقيقيه؟ انصاف دادت وعنقتها، الله يخليك ليا بنتي انتي هي فرحتي في الدنيا. بعدت وهي تشوف فيها، سبقيني عند الميمه ديالك نلبس ونجي باش نمشي للخدمه قرب الوقت ديالي. حركت راسها بالايجاب، خرجت من البيت مخليه جالسه في مكانها وتنادت بصوت عالي. وقفت لبست سروال تبع عريض، تريكو قصير ديال الخيط ومونطو طويل فوق مع سمر ديال البيضه نفس لون التريكو. هزت الميك اب دارته في الصاك وخرجت. شافت جميله كتنقي الخضره باش دير العشاء، وجوري كتفرش في الرسوم ديالها ويتنطق، خالتي انا مشيت، ردي معاك البال لجوري وما تخليهاش تنعس بلا ما تاكل. عارفه راسها قاصحه وما كتبغيش، وغا شويه طفي عليها التليفون عطيها تراجع دروسها. قالت لها جميله تي قلتي تاكلي شي حاجه غتبقاي تنتي بالجوع بنتي؟ تخافيش غادي ناكل في الخدمه. يا احسن حاجه دار ولدي عماد الله يرحمه هي تزوج بك انتي، نقيه وظريفه الله يسعدك ويعطيك باش تكوني مع بنتك. ينصاب بلعات ريقه ونطقات الله يرحمه يا ربي. يلا انا مشيت سدوا الباب بالساروت. ايوا الله يديك فنجه يا بنيتي. كانت جالسه في جهه اخرى قدام المرايا، ريحانة كدير لها اخر لمسات في الميك اب اللي كان خفيف بزاف يا دوب كيبان. دازت لاخر مرحله وهزات الكلوس غوز بارد دوزت ولا على شفيفه، وهي غاسه هي كتشوف راسها داك القفطان اللي جابوه ليها كان في الباش، قياطه خفيفه ورقيه بحزام رقيق على مستوى الخصر، وشال في الباج بقات بطريقه زوينه مع شربيل ديال الصم في الباج بحكم الطول ديالها. وقفات كتشوف النتيجه كتبان زوينه بحال باغبي، ابتسمات شبه ابتسامه يتشوف فرحمه اللي كانت دخلات لابسه قفطانه وفولار على راسها. قربت عندها وناسه مدمعين، مبروك عليك يا بنيتي، هذا هو القرار الصحيح وهذه مصلحتك. يتقول لها نور بخوفوت، بس بكيش ماما انا فرحانه حيت انتي فرحانه وفقت حيت انتي باغا بوحدك اللي كتهميني. تقربت بس في جبهتها، الله يكملك بعقلك يا بنيتي. ريحانه شافت الجو تقلب للحزن بعد تحكم وهي تنطق، خالتو رحمه مخلينا نهبطو اسحاق راه يطلع يهزا ويهرب بيها. رحمه وهي تبسم، يلا باش ما نتعطلوش. لتحت كانوا قاعدين في الصالون احمد حليمه واسحاق. تلفتت حليمه فاش بانوا ليها هابطين مع الدروج، وقفات حركاتو هز راسو مباشره فيها، كتبان بحال شي اميره هابطه مع الدروج، عينيت فيكسو عليها. شافو مجلسو مقابله معاه وهي حانيه راسها ما قادرهش تشوف فيه. وينطق اسحاق برود، سي احمد دخلوا في الموضوع ملي كلشي كاين. احمد شاف فيه تنهد من البرود اللي كيتعامل به، شاف رحمه وينطق، لا لا رحمه عشرتنا طويله كتعرفينا وكنعرفوك، بخيرك سابق معنا حنا عمرنا نفوتوك، واليوم بغينا الروابط ورجعوا عائله، جينا طالبين بنتك لاله نور لولدنا اسحاق على سنه الله ورسوله. رحمه وهي تشوف بنتها كيفاش متوتره وكتفرك سبعانه مع بعضهم، نادت وهي تشوف احمد، وانا عاطيكم اللي عطاكم الله، ما لقاش عائله احسن منكم نامن على بنتي الوحيده. اسحاق ويشوف رحمه، بنتك في الحفظ والصون، حنا تسوء ما يقيسها، غير تشد معايا الخط تكون بعقلها. يا تقول له حليمه، نرى عقلها يوزن بلاد،
غتعاشر وتعرف علاش كنهضر. ويهضر سي احمد هذا موافقته، قراو الفاتحه على الزواج المبارك. بعد ما قراو الفاتحه مشات ريحانه جابت التمر معمر باللوز والكاجو والبيستاش الحليب الخواتم باش يكملوا مراسيم الخطبه. شدات فيها رحمه حاولاتها جلست حداه حتى تلامسو في خاطم، وريحانه مدات صنيه لخوها عطيها التمر والحليب. شاف فيها يا السمره مقربه على الشفايفه، مخليها كتعطر في صغير كيحس برشفه شفايفه، وجهز الحليب حتى هو عطا ليها. عيني مخنزرين غادي معاهم فهواهم واخا ما كيعجبوش هاد الاجواء. غير تقول ريحانه نوبس كانوا راضي حتى انت. نور شافت فيها وزات التمر والحليب ورجع بها تفكير لساعتين قبل. بدات كتفكر كانت خرجت من بيتها باتجاه غرفه ماما، غا حلات بدله حاطه القفطان كتصلح فيه. تبسم فاش شافته وقربت عندها قالت لها رحمه يجي فوقك يلا كنت جايه باش نخليك تقيسي القفطان اللي غتلبسيه هاد الليله. نوري تشوف القفطان، علاه شنو كاين اليوم؟ الخطبه ديالكم انت واسحاق غتكون اليوم، عارفه زربت عليك يا بنتي ولكن انا باغاك تكوني مرتاحه، راحتك غتكون وسط العائله وبالضبط مع اسحاق. ولكن يا ماما ما تقولي والو، خلي هاد الليله تدوز زوينه، بغيت نفرح بيك. نور بلعت طريقها وسكتات ما قدرتش ترفض، وهي كتشوف الفرحه في عين ماماها. رجعت من ديك الذكرى حلت عينها على لمسات يديه كيركب لها الخاتم، شافت فيه وهي ساكته تحركات ريحانه وعطاتها الخاتم ركبته ليها. وصل النص حيدات يديه خلاتو كملو، بقات حاسه بالخنقه. خرجت من الفيلا تحت انظارو مشات جهه الشرطه، بقات واقفه كتنفس بزز كتحاول تدخل اكثر نسبه ديال الاكسجين للرئتين ديالها. مضات عينيها بالجال فاش حست بانفاسو عند عنقها، تلفتات بالزربه وشرعات عينها مصدومه ورجعت خطوه اللور بعيده منه. شنو كدير هنا؟ صهيب قرب كثر حتى بغى يقرا يلصق معاها. شنو واقع؟ علاش لابس القفطان؟ ويشوف صبعها ديما هاد الخاتم، شحال الروينه كديري؟ رجع للنور ما تقربش ليا، بغيتش المشاكل بسببك، كفين اللي درتي ليا. اليوم خطبتي مع اسحاق، وراني وضحت لك وغدرت واعتذرت، علاش باغا تشدي معايا الضد؟ انت تخطبتو غير الزواج؟ انا غنزوج بك، علاش تختاري هو؟ او لا لا واش بزز عليك؟ جلا صبعها بغى يحيد لها الخاتم، هي كتنتصر معاه كتحاول تمنعو. صوتو وصل للفيلا لداخل، الشي اللي خلاه يوقف ساخط. خرج بان ليه مقنته، واللي شافو من بعيد يشك فيهم راه كيديرو شي حاجه. بقات كتحاول تمنعو حتى وقفت على الحركه فاش سمعت صوتو الخشن كفاه الرعب. صهيب رخف من يديها ودار وقف جنبها وعيني على خو اللي باين فيه مع الصبغه من خطوات الطوال اللي دار باش وصل عندهم. نور غا شافتو كيفاش عيني حمرين بحال الجمره. انا بدات هكا كتفسو. اسحاق زيدي بحده موجهم ليها، بيتك يلا بيتك. قفزت راجع النور خايفه من نبرات صوته، دس من قدام وطايره شاده في جلال قفطانها تخطيها الكل وطالع لبيتها كيف ما امرها، مخليها ناويه تحاسب مع خوها على الطيش ديالو وتبرهيشو. صهيب بغى ينطق بهدوء، قول من الاول عينك فيها، هادي الزواج انسب حل باش تاخدها. خويا الكبير اسحاق برود زيدو جمع على شكل لكمه، ايوا نزل عليه الفم خليني يفوف فمو كيشرشرو بالدم حتى تلح الارض. ترجل الناس كلها كتكبر وانت غتبقى هكا في كفايه المرض. سد فمو ساخن مبغاش يخسر الهضره خاصه في الدار. صهيب وقف كيمسح ليه فوف فمو، طقم زير على فكو تبرز عظمتو. بنت ليك غيا مرهوشه كنت تزوجتي ولدها قاصر صاحبي قاصر، مازال ما وصلتش للقانون الزواج. اسحاق بهدوء طرطق العظمة ديال عنقو يمين وشمال ويشوف فيه. سد فمك ولا غنرسو لكنسك، هضرة الزايدة زيدة في مخك. صهيب تبسم فقسا كيشوف باهم واقفين ورا اسحاق. الوالدة مشيتي درتيها ياك؟ مشيتي تلصقتيها في ولدك؟ بغا تسيطري عليها وديري اللي بغيتي، عارفة كتخاف وما تقدرش ترفض. كنتي نوض نزوجها لاسحاق حسن ما يجيب ليا شي وحدة تدي ليا حب وتمن ياك، خايفة ترجعي تضص ولفتي الفلوس والرفاهية. حالي ما قربت عندو جمعات يدا عطات واحد التصرفيقة حتى في الوجه. اسكت الحيوان ما بقيتش كتحترم لي كبر منك، هكا كيتجاوبو الناس بلاص ما تفرح لخوك جاي تنكد علي. صهيب شاف رحمة اللي واقفة بعيدة. رحمة تانتي طمعتي وبغيتي بنتك تكون هي مولات الشي، مليتي دور الخدامة البريئة اللي باغية تبقى محيوزة، قلتي اه نضرب الحديد ونزوجو بنتي تولد ليه الولد اللي غيدي كلشي، بغيتي تخرجي تاتي لدي دي لحم الملوك. ورجع شاف مو باه طماعين تابعين الفلوس،
يتزوجوا وبنت طفله مرهوشه ما عارفه شتا الزواج باش تضمن الحياه اللي بغيتو. وانت شهوتك غلبات قدرتيش تصبر على حدا وسياك. اسحاق زفر بغضب تعصب تجنن هزرت ليه عطال صدر تطاح مشتت في الارض وتحنا عنده سنه كنقطعو من الجدر الا رجعتي هضرتي عليها. حمد ربك راك خويا ما اللي نديرو فيك صعيب عقلك الصغير يتقبلو. ويشوف امو من غدا يصبح في العسكريه ما بغيتش نشوفو حتى نزيد بحالي. الحضرتو زاد داخل الفيلا طلع مع الدروش كيجري كيرخي الكرافات ديالو كيطلع في كمام القميجه دفع الباب بلا دقان دور وجوزها بانت ليه واقفه عند السرشم وكطل ما حساتش بوجوده. قرب ليها وينطق بها مس اشبه بفحيح الافاعه الفضول عندك في الدم. زيرت عليه الدمع القفطان كتحس بنفسه الخارقة كتضرب عنقها من فوق الفولار ما تحركتش من بلاصتها كتحس بيه كيزيد كيقرب ليها اكثر ويتنطق بصوت خافت عافاك بعد برود ويدور عنده بعد علاش علاش هو ما قلتيش ليه بعد كان معجبك الحال كنتي فرحانه بين يديه حركه راسها يمين وشمال بالنافيه لا 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 اللي قرب انا دفعته كان تقيل ما قدرش نحركو عافاك عافاك عمي حتى كتبغي تكمل ديك عمي وتحبسها عافاك تلق مني الخام لنا مدور عليه بدون ما يبعد حنا راسو عندها بحكم فارق الطول اللي بيناتهم ويدق شوفي فيا من خوفها دغيا نسات عينيها اللي كانوا حمرين بالدموع ما ضربنيش ما درت والو صاف عينيا العسليه اللي بحال اللوز اللي دايرين دايزين بالدموع وزادو فين فاش كحلاتهم ورجعو حمرين بحال الجمر بسبب البكا. علاش كتبكي واش خايفه مني حركه راسها بالايجاب خفت تضربني بحالو بصح لها دموعها بشويه وهكا يشوف عينيها اللي تغمضو وينطق اليد اللي تسمد عليك قطعها من جدرها حلات عينيها كتسمع كلام ولتقات بشويه حفاك ما تقيسنيش حرام وين كمس حجبانو وشاف فيها كيفاش نور بعد خطوه ويا حانية راسها بعدات حرام قالت لي ماما راه الخطوبه وعد بالزواج ماشي زواج فهاد الفتره ما نخليكش تقرب ليا ولا ويقول لها بوضو شنو شنو مثلا عمقك ممنوع نقرب ليك اه ممنوع وحتى ممنوع تتقرب حدايا قرب جراتات خبطات معاه قالت شي كتعرفيهم شافك اتنعت بغات بعد رخا وينطق الضو جدي راسك غنخرجو فين حيدي هادشي اللي لابسه ونعسي اخر مره نشوفك كدوري بصهيب ولا كتهضري معاه المره الجايه نعلق امك من الشنايفك بغيت نعس عافاك مازالش هضر خرج من تما نيشان البيت ومخليها كتقفقف دخل حيد حوايجو تلاح على ناموسيه باش ينعس فواحد المرة ليلي كانت انصاف لابسه كسوه قصيره بزاف مزير عليها في الاسود شعرها مطلق على طولته مع ميكاب ليلي صارخ تعكر احمر ماط لابسه كعب عالي في الاسود وكاسه في مكان حاطه قدامها كاسه ديال الشرب كتشرب تشرب منه بهدوء وعينيها على حلبة الرقص كتشوف كل شيء كيتلوى تما تلفتات بالجنب فاش شافته تلاح فوق الفوطه جنبها مغمض عينيه يتقرب عنده كتلمح اسد الضرابي اللي في وجهه ما تهنيتي تنشرشمو ليك الوجه ثاني شكون هاد المره دارها صهيب حل عينيه اللي كانوا حمرين بحال الجمر ويشوف فيها سكتي ما جايش باش نهضر غير سكتي ولا تقعدي من حدايا ابتسمت انصاف بالسيده وقربت عنده وقال لك وان ديالي هذا وانت اللي جيتي عندي بالحق الغزال الا كنتي عيان نمشيو للدار السهره غتكون حسن صهيب شد لها الكاس بين يديها هبط عليه كامل وينطق ما رشقش ليا سيري شوفي واحد اخر ياك شنو السر اللي عندك شنو وقع عليك ما عجبت ليها نور وهي تقول له انصاف مثلا كتحلم نوض نتوقد وحل عينيك شويه البنت راه كتشوفك غير خوها كبر معاها صفر بغيض ويجبدها من دراها تتألمات ماشي خوانا ما ولدتنيش ما وما ولدتش لي امي ما رضعنيش بزوج ماشي اختي هذيك الفريزه ديالي وغيجي واحد النهار تشوفيها معايا وتقولي صهيب كان هزات عينها الفوق حابسه البكيه كتبقى فيا بزاف عندك 27 عام وباغي كيجيوك احلى من يقظه خصك شي طبيب نفساني الا بغيتي انا مستعده نكون طبيبتك ونسمع ليك صهيب رخا من ورجع شرب من كاسو تخطبو وانا اخر من يعلم طبعا دخلتي وكليتي قتلات العصايان شافتو خنزرفه وهي تنطق باينه من وجهك اللي كامل رجع حالته وقفات شدات لي في يدي صنعت مرخي وخرجوا من تما طالعين للشومبرا اللي فوق البواط غدخلوا ديك الساحه حيدات لي التيشيرت كتشوف صدرو كله مايل الزرق الموف
ضربوك بزاف ما حنوش فيك. صعيب يتلحق فوق الناموسيه، نهار دياليه غنتحنش انا فيه، راه غتولي مرات خو، غتولي مراتي ديالي بوحدي. نور زادت باش تكون لصهيب، كيفاش غدير ليها وما تخطبو؟ غنحرم عليه ونتي اللي غتعاونيني. نهار مع حلات عينيها، عطات يدها على عنقها وهي تشهق، فاش ما لقاتهاش ورجعت كتقلب على وسط القفطه اللي حطات، والو غبر لها الاثار، عينيها دمعو. مشات جهه التريسي، لبست عبايه هزات زيفها، ناويه تهبط تقلب في الجرده حتى تصادفت مع ريحانه طالعه لبيتها. ماك شنو هبطك في هاد الليل؟ يا تقول لها نور سلسلتي ما لقيتهاش، ما عرفتش فين درتها. غتكوني حطيتها في شي بلاصه وما عقلتيش، ما تخافيش ما عندها فين تضيع لك، غنلقاها باغا تهدني. نور ما ينزلو دموع، هاديك ديالي عطات عليا ماما وعدتها ما نفرطش فيها، يا ربي فين غتكون مشات. يا تقول لها ريحانه غتهدني، تهدني شويه ما عندها فين تمشي، غتكون غطحت لك غير في البيت. بدات نور كتشهق بالسيف قادره تخرج الهضره، الا ما لقيتهاش غنحمق ريحان، هذيك هي حياتي. نادت ريحان يلا غتهضر، تقرع قشعات وخارج من بيتو اللي جا قريب للدروج فين واقفين. سكتت فاش لبحاتو جاي عندهم مخلياه هو يتصرف معاها. اسحاق قرب منهم كمش حواجبو بالاستفسار، اش واقع؟ صوتك واصل تلفين. يا تقولو ريحانه، نور تلفات ليها السنسه ديالها وكتبكي حس مولفاها ديما في عنقها. شاف فيها كيفاش عينها دغيا حمارو ونيفها كذلك من كثره البكا. بركه انتي من البكا رغد طيب دوك العينين، هزات في عينها وبقات بنبره طفوليه. الا غنبقى نبكي تلقاها، قرب عندها كثر وينطق شنو هي السلسله ديالي. نهد اسحاق قلب عيني وشد لها في يدها غادي بها جهه البيت ديالها بلا ما يتلفت وينطق مع ريحانه، تحركي انتي لبيتك. حل باب البيت ديالها، دخل هو وياها دور عنده ويشدها من درع بزوج. كانت البكا كامل على قبل سلسلة على جلوقة. نور شافت فيه كترمش بالزربة، هاديك ماشي جلوقة، هاديك راه ديالي وانا بغيتها دابا. هو يتنهد بلا حول، سيري تنهسي الصباح ونقلبو عليها. نطرت منو بقات بحال باغا تبكي، لا ما نعساش، الا بغيتي سير بحالك تنعس. بهدوء قرب لها جبدة من خصرها بحال رفعتي صوتك عليا، لا حسات بيه كيزير على خصرها ويتحرك راسها بالنفي، لا لا غير ما عرفتش شنو طرا ليا عافاك طلق مني. رخا منها ودار خارج، تبانت ليه شي حاجه كتمري طايحه في الارض، ويقرب عندها تحنا جلس هكاك هزا بين يدين سلسله ديال النقره فيها فراشه. تبسم بجنب فمو وقف شاف فيها محنيه تحت الناموسيه وكتقلب كيشوف فيها قرصتها ووتات ويتنقز. وقفت الناس تقعدت، اخر مره ديري بحال هاد الحركه هادي سمعتيني؟ جابها يديها عندها عرفت ما دير، تلفها مقدرتش تنطق بالخوف، مقصدش كنت كنقلبها على السلسله. نهاد كيشوف فيها باينه طريقه طويله معاها، خصو يعلمها من اول وجديد على يديه. بلاصه اخرى كانت كيف فوق فراشو عيني على التليفون ديالو كيتفرج في تصاورها اللي كتحط في الانستا ستوريات، مره مره كيتبسم بهدوء فاش كيشوف شي بوز ولا فيديو ليها. حتى لي جنبو وقف غادي جهه الباب يشوف شكون جا عنده في هذا الوقت. حل كاين بحال لابسه بيجامه شرط قصير، قصير الفوقاني ديالو سميطات يلا غدخل ويحبس عند الباب. قال لها اسلام برود ياك لاباس، اش كاين في هذا الوقت من الليل؟ هي تقول له اكرام دلع، جيت نشوف ولد عمي ولا ماشي من حقي، وجيت نعرف واش الاخبار اللي سمعت صحيحه ولا غنلصقوها في كما العاده. اسلام تكب كتفو على الحاجيه ديال الحيط ويقول لها اش من خبر؟ عارف خبارات كيفاش كيكونوا. ريحانه سمعت باللي كدور بينا بها، شافكم الصباح بجوج كتهضروا. اسلام كان محافظ على الهدوء ديالو. ومن بعد في المشكل عجباتك؟ قالوا لي صافي انا غنجيب لك المرسه، انا عارفه عجباتك. اي صالحني بغيتي المرسه ياك؟ ندير لك موعد معها، تبغيني نعرفكم؟ اسلام ويتبسم لها فوجا وينطق مبروك الحرفه الجديده، جمعك الدومين. هزات حاجه وحطها الثاني، هنا دومين. ويجاوبها ببرود راك عارفه، اغمزها. خلاها واقفه مخرجه عينيها بغات تجي من تحت راسو وتعرف الخبار، صدقها معها قمعة ثلاثية الأبعاد. خلاتها ترجع لبيتها وتسد عليها وكتفكر كيفاش تعرف شنو كيدور تحت راسو. أما هو أدخل مشى نيشان الواتساب، دخل الكونفيرساسيون بيناتهم اللي كانت خاوية حيت معمرو صيفط ليها. دابا تقريبا جا الوقت فاش يصيفط لها ميساج، تبسم هو كيكتبو دار ليه إرسال، طلعوا ليه جوج شرطات معنا أونلاين وغتشوفهم. بداتش بزاف حتى جا ميساج، شكون معايا؟ صحيح شويه ورجع كتب ليها باغي نشوفك، لصقتي ليا في دماغي.
ما تسنت جواب هاد ديك الساعه دوز ابل ليها ثواني وجاوبات شكون معايا علاش كتصيفط لي وانا ما كنعرفكش اسلام تبسم وينطق بصوت هادي توحشتك وبغيت نسمع صوتك واش الاستاذ لا هذا اسلام اللي خديت البوالع خديتي الماء بالعقل سمعت سميتو قطعت عليه وبلاكاتو في البلاصه ابتسم بهدوء وينطق عنيده ولكن غنديك بالخاطر بالسيف غتكوني ليا غتمشيو معايا دابا لبلاصه بعيده بزاف بالضبط فيرونا ايطاليا وسط ديب كبير جا وسط الغابه جالس فوق كرسي خشبي يدي ورجليه مربوطين كله زرق وباين عليه واكل لحصة من خلال كدمات لي فوجهو لحمو كامل واقف عليه مخدم التليفون ابل فيديو كيهضر على العقوبه المناسبه للخائن اللي كان معاه وبلغ بهم حتى تشدوا في الحدود بيدرو تبسم وكيهضر مع الشخص اللي في التليفون نوبتك خسر العقاب الموسي من هاد الحمار هذا فوكس تبسم بخبص وكيشوف الشخص اللي كان يدو اليمين مربوط والسباب خانو كيغفر في كل شيء اللي يتخان قطعوا عليه صباعو واحد بواحد بيدرو تبسم وزمقس كبير وبدا فعلا كينفذ والاخر كيغوت ربي اللي خلقو حتى بحس صوته وكثر الصمت اللي كان في داك الديب ويدي كيحرقو كيغوت كيطلب الرحمه اما فوكس كان تبع الفيلم بواحد المتعه خطيره وابتسامته الشريره مسيطره على ملامح وجهه تقال له فوكس برود غوتو ضرني في راسي قطع لي لسانو كمل قطعه بقطعه سلخ لي جلد على العظم ودفنو بلاصتو حرك بيدرو راسو بدا العملية ديال التعذيب البطيء محبس حتى تقطع صوت الشخص دليل على أن الروح خرجت منه قلبو حبس على النبض قطع التالي ولحو جنبو هو وجوانو اللي كان برو حداه شالو ورجع كينصر منه بنشوة حل عينيه اللي رجعو حمرين تحت تأثير داك الجوان وابتسم بشر هادي هي ضريبة الخيانة غدا في الصباح رقت بكري كيما وصاها لبسات كسوة ديال الخيط سخون في الباج مع بوتيو في نفس اللون موضة طويل وفي القري مع شال قري وهزات ساكا وهبطات بشوية لقاتهم كيفطرو مجموعين جلسات حدا الأم ديالها الشي اللي رجعت كتجلس معاهم في الطبلة الماكلة بغيت تنطق حليمة بهدوء صباح النور وتسيسير صباحها فنة بحال الفريزة قالت لها نور بخوفوت صباح الخير أخالتي رحمة بدات لها كاس ديال الحليب بالشوكولات كيما كيعجبها تعطلتي قبيلة جيت فيقتك عارفك غتسني نسيي شنو كاين اليوم نور شربت من كاسه وهي تشوف فيها حيت سهرت البارح بزاف ما قدرتش نفيق رحمه وهي تمد لها طريف ديال الطوست فيها الجبن فطري فطري شويه راه غيهبط السي اسحاق باش تمشيو مازال ما كملتهاش كيبان لها هابط لابس سروال الثوب كري تريكو ديال الخيط بالعنق في الكرونه مع لافيزت ديالو في الكري وصباط اسود قرب عندهم وجلس في الكرسي اللي حداها استنشقات عطرو اللي قاصح وتغلغل في جيوبها العنفية شافتو كيشرب قهوتو وداز مدة ماشي طويلة توقف ويدير يديها في يدي هزات عينها بالزربة حاسة بحرشية يديها مزير على يديها وحركات راسها بقاف عشان نطق إلا صليتي نمشيو وقفات وهي تشوف فيهم كاملي حشمانة من الشدة اللي شاد فيها بغات ترخي منه ولكن زير عليها تنهضت في الداخلية ونطقات تمشي معانا ماما هنا كيتسال الجزء الاول من القصه ديالنا شكرا لانكم استمعتوا لي وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا به اللي وصل معايا حسن لهاد النقطه وهاد الوقت هذا بالذات يخلي لي واحد القلب في اللون البرتقالي بحال اللون ديال هاد الوريقات هادو ديال الشجيرات شكرا لكم لانكم كتدعموا القناه شكرا لكل لايك كل دقيقه او كل حتى ثانيه كتعطوها من وقتكم اسمعوا القصص اللي كاينين هنايا الا كنتي مازال ما شاركتي في القناه مرحبا بك شاركي وحاولي دائما انك ما تنساش ديك اللايك باش تعاوني القصه انها تطلع في المشاهده وتعاون القناه انها تكبر اكثر واكثر لان القناه بكم اكيد كتكبر وما تنساوش تقولوا لي رايكم في الشخصيات ديالنا بنو زي الله عندها 16 عام واحد الشاب اللي قاصح الطباعه ديالو حاده عنده 36 سنه واش ممكن انهم يتفاهموا في الواقع اولا لا خليوا لي التعليق ديالكم والاراء ديالكم ونتلاقاو عما قريب باي باي